السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أرحب بأستاذنا المهندس معاذ أبو زيد قبل الموعد، على أساس إن إحنا ما ناخدش أي وقت من بداية ما نبدأ إن شاء الله. هنبدأ إن شاء الله 9:30 بتوقيت مصر، فهبدأ إن شاء الله التعريف بيه في دقائق قليلة جدا. المهندس معاذ أبو زيد من الناس اللي اتشرفت بالعمل معاهم وفرقت معايا كتير جدا جدا، اتعلمت منه كتير جدا، من أفضل الشخصيات إداريا، من أفضل الشخصيات علميا وخلقا، وواحد يعني من أول ما اتعرفت عليه حسيت بفرق كبير جدا، وحسيت استفدت كتير جدا من العمل معاه وفرقت معايا كتير جدا، ومن كتر حبه ليه وعدته إن أنا إن شاء الله لما ربنا يرزقني بابن أسميه معاذ، وفعلا بعد 7 سنين لما ربنا رزقني سميته معاذ. من الشخصيات فعلا اللي بتستمتع وانت يعني بتستمع ليه في اي مشروع هو بيعمله، يعني في مشاريع كتيره عملها وحصل على جوائز كتيره فيها، وحصل على افضل مهندس معماري في الشرق الاوسط، وهو مهندس اسلامي المشولي فازوا بجوائز كتيره، ومنها مشروع مثلا زي روبابيكيا تخيل ان هو يعملها بشكل كويس جدا ويحصل على افضل 7 مشاركات في بينالي البندقيه، وعمل مشاريع كتيره جدا سواء في تطوير العشوائيات وتطوير المدن الذكية والطرق الذكية في الإمارات. كل مرة بتحس إن في بصمة، لا ده المهندس معاذ أبو زيد اللي عمل الجزئية ديت مع المهندسة ديما، برضه عمل اللي هو الإكس سبيس، مشروع ضخم لتطوير جزء من طريق الشيخ زايد في دبي لمنطقة مشام، ومزايا حاجات ذكية ورائدة وحاجات قوية جدا، وهدفه ان هو مش يعمل اطول كوبري او اطول او اغلى، لا اذكى واكتر حاجه مفيده للانسان، فهو يعني بيبني حاجه للانسان، فبتستمتع وتستفاد كتير جدا من دراسه المشاريع اللي هو بيعملها، فلذلك هو من افضل واحب المهندسين. الواحد بيحب ان هو يستمع ليه في كل الفيديوهات اللي هو بيعملها وكل المحاضرات اللي هو بيعملها، او المجله اللي هي بيم بوم كانت ممتازه جدا، وهو ما شاء الله عامل دلوقتي استوديو تصميم خاص بيه حاجه رائده، وهو بيهتم مش ان هو يعمل اكبر حاجه، لا مهتم ان هو افضل حاجه والحاجه اللي ذكيه والحاجه القويه جدا، وحتى هو بيختار الناس مش مهم عنده العدد قد ما مهم عنده الكفاءه، وان هم يعملوا حاجه تسيب بصمه في تاريخ العماره. ده مقدمه سريعه جدا بعد اذن استاذنا الفاضل مهندس معاذ قبل المحاضره. باشمهندس معاذ. السلام عليكم، انا عليكم هفتح السلام كاميرا استاذ. اسلم عليكم وبعدين نقفلها تاني ونتقابل. لا السلام الله عليكم، يكرمك استاذ، عليكم السلام ورحمه الله. شاكرين جدا على المقدمه الكتير قوي دي. يعني الحقيقه هو عمر جميل ودايما بيحب جامل. انا لا اعرف عمر اقل يمكن، اقل من الواقع، اقل من الله الواقع يكرمك الله يكرمك، انا يمكن نعرف بعض بقى لنا اكتر من 12 سنه تقريبا، ان شاء الله. اشتغلنا مع بعض في مصر كده، كانت بصراحه كانت فتره ممتعه جدا. وبعدين بقى لنا فتره برضه عمالين بنحاول نرتب للمحاضره، فالحمد لله هي التاخير كان من عندنا، فانا بعتذر لكم والحمد لله حصلت اهي. فنبتدي باذن الله، وابدا ولا اه مع نتحرك؟ حضرتك، خلاص اه ان شاء اوكي. الله بإذن الله. الحقيقه انا كنت بفكر في عنوان للمحاضره ايه اللي نتكلم فيه، ف فضلت ان انا اكمل السلسله اللي كنت بداتها واللي هي الاوبورتيونيتيز، الفرص، سواء الفرص دي فرص احنا بنضيعها على نفسنا، او فرص احنا يعني بتجيلنا، او فرص احنا بنحاول نعمل حاجه وبعدين تنقلنا لفرصه تانية، وهي في الاخر هي الستوري بتاعت المشروع نفسه او قصه المشروع نفسه من بدايتها لغايه نهايتها. فحسب بقى ما الوقت يسمح معانا النهارده، اول ما عمر يصفر ويقول خلاص، ولا بلاش يصفر دي عشان بلاش نتكلم عن ماتش خالص، يعني اول ما عمر يقول لنا خلاص الوقت التايم خلاص، يعني انا حاطط 3 مشاريع، حسب بقى ما ياخد الوقت معانا فيها، ممكن نوقف على 2 على 1 حسب وقتنا ان شاء الله. سريعا كده، احنا مكتبنا اسمه فيرفورم، انا خلاص يعني يمكن استقليت بقى لي اكتر من سنتين دلوقتي، ومركز حاليا في الاستوديو هنا في دبي. ويعني الستوريز اللي انا حابب احكيهم النهارده كانت قنوات، مبنى اداري هنا في دبي، ودار عرب الصناعة مشروع في مصر، وفيلا، برايفت فيلا برضو في دبي هنا لنفس الاونر بتاع قنوات. يمكن انا حطيت المشروع بتاع عرب الصناعة في النص، لان هم المشروعين اللي على الجنب دول
هم دول اللي بيحطوا بنزين عشان نعمل المشاريع اللي في النص دي. وقصدت ان انا اختار نوعيه المشاريع دي لان هي دي تقريبا اللي بتكون موجوده، ودايما اللي في النص ده دايما اللي بيتظلم. عشان كده دايما يعني عايزين نشجع بعض كده ان شاء الله لما نتكلم عن مشروع، نشجع بعض كلنا ان دايما لازم يبقى عندنا على الاقل في السنه مشروع واحد الواحد يعمله هديه، هسميها هديه لمكان ما ايا كان بقى المكان ده فينا. احنا في يعني في الاستوديو دايما كان حطينا فيجن كده من البدايه، وكان من ضمن الحاجات اللي انا كنت حابب احطها كاولويه ليها هي بالنسبه لنا هي الناس، هي ان احنا بنشتغل للناس، بنعمل الديزاينز دي للناس، بنخلي عايزين كل مشروع بنعمله الناس تبقى مرتاحه فيه نفسيا، تبقى مبسوطه فيه، حتى لو مشروع بسيط مش لازم يبقى حاجه كبيره. فيمكن حتى حطيناه في نص الايكون بتاعت فيرفورم، وهو ده اللي احنا بنحاول نركز عليه في اغلب الحالات دايما يعني. إذا ما كانش كلها احنا كطريقة شغل، حتى لما انا وأسامة بنشتغل مع بعض دايما كنا urban social design technology، هم دول الاربع كلمات اللي بينحصر فيهم اللي احنا بنعمله. بنشتغل على ليفل الاربن، بنشتغل على السوشيال بروجكتس سواء كان ديزاين او التكنولوجي، طبعا ليها دور كبير، سواء التكنولوجي دي عباره عن سوفت ويرز او فيجن فور ذا فيوتشر او حاجه هتخدم البروجكت، او حتى لو كونستراكشن. يعني انا انترستد دايما في موضوع التكنولوجي ده، والبيم بالنسبه لي هي جزء من الديزاين تكنولوجي، فما اقدرش استغنى عنها. يمكن انا بقى لي فتره كبيره، سنين كبيره، ما بحبش اسميها بيم، بحب اسميها ديزاين تكنولوجي. يعني فالبدايه الحقيقه البدايه نفسها كانت فيها اوبورتيونيتيز كتير قوي لفير فورم. يعني يمكن كنت بشتغل لفير فورم لمشاريع، طبعا ما كنتش بقدر اخد مشاريع مع كلاينتس او اقدر اعمل اي اتفاقات عشان عندي شغل، وما اقدرش ان انا يكون في كونفليكت ما بين ده وده. فكنت بشتغل دايما على ايشوز، يعني مثلا اختار اجي السنه دي مثلا اقول انا في مشكله عايز ابدا الاقي حل. كانت مثلا مشكله من المشاكل كانت اكس سبيس، جات لي فكره كده ان عندنا مشكله الطرق السريعه اللي بتخترق المدن، فكلها افكار بتيجي بقول ايه ان شاء الله هلاقي وقت واعملها. فبفضل مثلا قاعد شهور مثلا بعمل ريسيرش بعد الشغل، ويك اند بالليل كده بعد ما نايم البيت كله ممكن اقعد اشتغل على حاجه زي كده. فالحقيقه ده كان بيحصل في الاوضه الصغيره اللي احنا شايفينها على الشمال دي. دي كانت اوضه كده واخدها كورنر كده واخده في البيت هنا، كنت عامله بقول هو ده الاستوديو، مالهوش اسم بس هو ريسيرش لاب استوديو، هو ده اللي انا كنت بحاول اعمله منه، وده اللي اشتغلت فيه انا واسلام مع بعض روبابيكيا اونلاين مع بعض، وسافرنا وجينا وهكذا. وكانت برضو بدايه اليانج اركتكت اوورد، كانت برضو من 2016، بس من بعد 2016 دي انا بعتبرها ستارتنج بوينت. يمكن كانت جت بعد سنين كتير من الشغل، كان 10 سنين تقريبا من تجارب وشغل في مكاتب، جات كده. كان بالنسبه لي كان حد بيجي بيفوقني كده وبيقول لي طب نركز بقى، يعني اللي احنا عملناه ده اوكي اتعلمنا وكل حاجه واستفدنا، بس في حاجه ناقصه خلاص هبدا اركز عليها. ويمكن دي المرحله اللي الواحد بدا يحس ان هو يبقى مسؤول شويه، ويبقى مسؤول عن قراراته وعن المشاريع اللي بيشتغلها. بعدين جت 2019، دي الفترة اللي اتعرفت فيها على ديما في الفترة دي، وبدأنا يعني نكمل طلع الفيجن. لو تقربت إن شاء الله نعمل المكتب، والحمد لله الفيجن تقربت، فبدأنا نعمل سيت اب لفيرفورم كمكتب، وقعدنا سنة. وبعدين الحمد لله جت الكورونا، قلنا تقضي على الأحلام. أنا في الكورونا قدمت استقالتي من المكتب اللي أنا شغال فيه، مكتب ديوان، وقررت إن أنا أعمل أول مشروع اللي هشرحه ده اللي هو مشروع قنوات. فحتى كان أنا فاكر المدير بتاعي ساعتها قال لي أنت مجنون حد يعمل الموضوع ده في الوقت ده، قلت له هو ده الوقت المناسب للواحد يجهز فيه، لأن الوقت ده كل المكاتب تقريبا كانتش فاهمة إيه اللي هيحصل بكرة، ما حدش فاهم أي حاجة، كبير صغير كله ما حدش فاهم، كان فاهم أي حاجة خلاص يعني. فأنا كان وجهة نظري إن أنا أستعد للوقت ده عشان لما الدنيا تفتح اكون انا خلاص اوريدي عملت سيت اب للمكان، واخدنا المكتب الصغير اللي احنا شايفينه قدامنا ده في الصوره، وده كان قبل الكورونا بشويه. وبعد كده بعد الكورونا بدانا ناخد مكتب اكبر شويه، قلنا خلاص انا استقليت خلاص ولازم اكون موجود. فبدانا، وبعدين الحمد لله بدانا دلوقتي النهارده نقدر نقول ان احنا بقينا حوالي 12 مهندس ومهندسه معماريه في المكتب، منهم جزء موجود في دبي وجزء موجود في الفلبين، وان شاء الله باذن الله ناويين على اول السنه باذن الله يكون في فرع في مصر باذن الله. اشتغلنا على مجموعه مشاريع، بس كان في فتره كده، يمكن ده التيم اللي بيشتغلوا على البروجكتس هنا موجودين معانا كلهم،
جزء منهم في مصر، جزء منهم هنا، جزء منهم في الفلبين. وكان الحاجات طبعا بدأنا نعمل سيت اب لحاجات كتيره، من ضمنها بدأت احط الديزاين بروسيس بتاعتنا، الفلسفه نفسها بتاعت البروجكت، وحاجه من الحاجات الاساسيه بتاعتها ان احنا وكرييت بيلدينج وسبيسز اند انتيريرز تو برينج بيبل توجذر. الهدف ان احنا نجيب الناس مع، يعني كل سبيس هنصممه، كل سبيس هنبنيه الناس هتتفاعل معاه، فلازم نخلي بالنا من اللي احنا بنعمله. ده حاجه اساسيه عندنا في الشغل. طبعا بنشتغل على اركتكتشر، بنشتغل على ماستر بلاننج، بنشتغل على انتيريور، بنشتغل على ريسيرش اند ديفلوبمنت لبعض المشاريع، ديزاين تكنولوجي، ومن ضمنها البيم. فدي الحاجات اللي انا يعني شايف ان هي المفروض تكون موجوده كمينيمم في اي ديزاين استوديو. احنا كاستوديو معماري وانتيريور وماستر بلاننج، مفيش انجينيرنج. يعني كان ليه هدف ان احنا ما نحطش الانجينيرز جزء من المكتب، فانا بتعاون مع مكاتب، كل مكتب بيبقى على حسب نوعيه المشروع عشان ما اعملش اي ليميتيشن للايديز. يعني ده كان الهدف بتاعنا، وهنستمر ان شاء الله بنفس الفكر ده. ممكن يكون في انجينيرز موجودين في المكتب ككوردينيتورز اكتر، يبقى نفس فكر الديزاين ستوديوز اللي موجوده واشتغلنا فيها، وهو ده اللي انا شايفه ماتشنج اكتر مع ماي بيرسوناليتي ومع الطريقه اللي بنشتغل بيها في المكتب. طبعا الدايفرسيتي حاجه مهمه، دايفرس سواء في الافكار او حتى في تنوع التيم اللي في المكتب. يعني احنا تيم مش كبير، بس تقريبا في حوالي 6 أو 7 جنسيات في المكتب. تفرق كتير جدا، تفرق حتى في الدسكشن، تفرق في طريقه الكلام مع بعض. كل واحد جاي من باك جراوند مختلفه، كلنا بنتعلم من بعض، كلنا بنستفاد من بعض. ده الهدف، وده ده الاساس في المكتب، هو دي الروح اللي احنا حابين نكملها لغايه الاخر، ان احنا تبقى فاميلي. ويمكن ده لما كنا من 12 سنه انا وعمر والتيم في المكتب كنا كده بالظبط. هي فاميلي، هي عباره عن عيله مع بعض بتشتغل مع بعض، مفيش حد عايز يضر التاني ولا يأذي التاني، فده كان الهدف منها. الفترة دي اللي هي الفترة اللي كان أنا السنين اللي فاتت دي كنت اشتغلت على بروجكتس كتيرة وحاجات اتنفذت كتيرة في كذا بلد يعني موجودة، بس بتبقى حسب المكتب. لكن الفترة اللي هي اللي من ساعة ما استقليت دي كانت الفترة اللي هي النقلة اللي من الفيجن تو رياليتي، إن احنا نبدأ نحاول على قد ما نقدر ننفذ المشاريع اللي احنا شغالين عليها، عشان الواحد يبقى بيستفاد حتى كمان من الـ الرحله نفسها بتاعت المشروع. يعني ما يبقاش المشروع يقف على الكونسيبت بس، سواء الموضوع ده اللي احنا بنعمله ده اكزيبيشن، سواء كان انتيريور، سواء الانتيريور ده بابليك سبيس او برايفت سبيس كلينيك مثلا زي اللي احنا شايفينها دي، او ممكن يكون بيلدينج، او ممكن تكون مدينه. وان شاء الله باذن الله قريب في حاجه كده لسه كونفيدنشال، ان شاء الله باذن الله اول ما نخلصها باذن الله نعرضها لكم باذن الله. وبنحاول ندوكيمنت الحاجات دي ان شاء الله في بوكلت كده، خلاص اوريدي اولموست خلصنا باذن الله، هنعمل له ببلش قريب ان شاء الله. فهي اتس اول اباوت اوبورتيونيتيز، ده اللي انا بتكلم فيه، اكسبيرينس للبروجكتس، وهي دي الاوبورتيونيتيز. فممكن الاوبورتيونيتيز دي تبقى تدخلنا في مواضيع كتيره بقى، وكل مشروع بنتكلم فيه بنروح في رحله كده ما بين الفورم والفانكشن والفيكشن والبروجرام واليوزر والبيبل والاكسبيرينس والستوريز. فهي مجموعه حاجات مع بعض، ما اقدرش اقول ان هي وان لاير، لا هو مجموعه لايرز بتيجي مع بعض كلها لكل مشروع، وكل مشروع ليه الكيس بتاعته. ودايما في كل مشروع بنحاول ناخر القرارات التصميميه لغايه اخر لحظه عشان ناخد وقتنا، وعلشان نطمن ان احنا ما ظلمناش المشروع وجربنا كل الاوبورتيونيتيز اللي ممكن تحصل للمشروع ده. ف الاوبورتيونيتيز عامه انا لما بقصد بيها اقصد بيها ان هي ممكن تكون فرص احنا كطبيعتنا ساعات بنضيع على نفسنا فرص كتيره. ساعات الواحد ممكن تيجي له فرصه يكسل ما يعملهاش، يقول لا، تيجي له فكره وبعدين يستنى شويه وبعدين فجاه يلاقي الفكره دي حد تاني عملها واوريدي خلاص راحت عليه. فالواحد محتاج دايما ان هو يعمل لنفسه شورت تيرم جولز كده، ويحاول يحقق شويه حاجات علشان ما يحصلش مرحله الياس. السؤال اللي دايما بيجي، طب اعمل ايه، طب ايه النكست. فهي الفكره كلها الواحد يرتب افكاره ويرتب اولويات وما يحبطش، دي اهم حاجه. الموضوع كله عباره عن الرايت مايند سيت بتاعتك انت، وانت قاعد بتفكر كده لازم تبقى ايه عندك كده، ايه روح مغامر شويه في سيلف نوليدج، ودي طبعا بتيجي مع الوقت، السكيلز والسترينث والويكنس، الحاجات دي كلها الواحد بيشتغل عليها المفروض. يعني بيبقى عنده افكار، بيبقى عنده تخيل لحاجه معينه، عنده نوليدج وعنده سكيلز،
عنده كمان قابليه للتحليل، لان هي دي اللي بتخليك ان انت تقول انا هاخد الاوبورتيونيتي دي او هكنسلها او هاجلها او هعملها علشان الموضوع ما يروحش منك، يكون في فلكسبيليتي برضو. دي مهمه. والاهم من ده كله ان انت ما تكونش بتحبط، يعني اللي يروح يروح خلاص، واتس نيكست. يعني دايما انا بقول ايه، خلاص المشروع ده خلص، واتس نيكست، المشروع اللي بعديه، يعني مش هنفكر في اللي فات، اللي راح راح خلاص. يعني الاكس سبيس بالنسبه لي كان اوبورتيونيتي، فكرة جات لي وقلت عايز أبدأ أشتغل عليها، ودي كانت يمكن بداية إن أنا أبدأ أربط أول مشروع باسم المكتب. ده كانت بداية الموضوع. شلتينر كانت أوبورتيونيتي، روبابيكيا كانت أوبورتيونيتي، دار عرب الصنع كانت أوبورتيونيتي، قنوات برجيل، سقيا، رغم في أوبورتيونيتي بنخسرها. يعني سقيا دي إحنا أوريدي كنا مخلصين الروبابيكيا وخلصنا البنالي ورحنا عملنا الإكسبيشن، بس قررنا نخش المسابقة تاني لأن حسينا إن إحنا عندنا فكرة ممكن تترجم في حاجة، فليه ما نعملهاش؟ حتى لو مش شرط أكسب مسابقة علشان أبقى أنا حققت اللي أنا عايزه، لا، أنا ممكن في الآخر نكون خلاص وصلنا الرسالة اللي إحنا عايزين نوصلها. بس هي سوقي كانت فيها سياسة شوية، فعشان كده الموضوع ما مشيش خالص. ف موسك مثلا اتعمل بطريقة ما، كانت مسابقة اوبورتيونيتي بالنسبة لي. تاور كان اوبورتيونيتي، بيت كنت بصممه اوبورتيونيتي، بيت تاني برضو بشكل تاني مختلف، بعيلة تانية، بفيجن تانية، بناس عايزة تعيش بشكل مختلف. فما بقدرش ان انا افرض ستايل معين على اليوزر نفسه، خصوصا لما بتكلم في البيوت. انا افضل دايما ان انا ما يعني، ودي هنتكلم فيها ان شاء الله لو جينا لموضوع البيت ده، لو الحين هنتكلم عليه النهارده، عشان ما نضيعش وقت. نخش في اول ستوري وهي قنوات. قنوات زي ما قلنا هي بدأت معايا في كان دي كان يعني بداية استقالتي من المكتب اللي أنا كنت فيه. الكلاينت كلمني وقال لي عندنا مشروع كذا كذا، عملنا اوبشنز ليه، وكانوا وصلوا تقريبا لمرحلة الاسكيماتيك بس مش مبسوطين من اللي هم وصلوا له. فرحت قعدت معاه. الأول سؤال بسأله طبعا، طالما في حد مشروع موجود وقائم وشغال، هل في حد شغال على المشروع؟ قال لي لا، أنا كنسلت. قلت له خلاص كده أنا ممكن أبدأ أدخل أشتغل. فسمعت منهم وسمعت ايه المشاكل اللي كانت موجوده، طبعا بشكل مبسط شويه، وبعدين اتفرجت على كل حاجه، وبعدين قال لي طيب واتس نيكست. قلت له اديني اسبوعين وارد عليك، يعني خليني اسبوعين اشتغل كده اشوف ممكن اوصل لحاجه. قلت له يمكن اللي اعمله ما يطلعش كويس، يعني ما رضيتش حتى اتفق معاه على اي حاجه ولا اطلب منه فلوس ولا اي حاجه. فانا بالنسبه لي دي كانت اوبورتيونيتي، انا ممكن ارفضها وممكن اقبلها. فانا فضلت ان انا اخد التشالنج ده واشتغل على البروجكت. وكانت الحقيقه يعني اول حاجه لاحظتها ان اللي كان شغال على المشاريع قبل كده يمكن عملوا 11 اوبشن تقريبا، كانوا ثلاثه كونسلتنت تقريبا عملوا 11 اوبشن. طبعا مش هقدر اوري اللي هم عملوه لاسباب كتيره يعني. فحسيت ان المشروع في حاجات ناقصه، مش حاجه واحده ناقصه. وهتكلم ايه الحاجات اللي ناقصه دي. انا دايما لما باجي اشتغل دايما بقعد اشخبط شويه واقعد اكتب شويه حاجات واشوف ايه اللي هينقص، عشان قدام شويه لما نيجي نرجع تاني طبعا الموضوع ده بعد الريسيرش شويه، وبعدين نرجع تاني نشيك اذا كنا حققنا الحاجات اللي احنا كنا عايزينها في الاول ولا في حاجه ناقصه. لان دايما بننسى، يعني دايما احنا طبيعتنا بننسى اللي احنا عايزين نعمله، خصوصا المشروع لما يطول شويه معانا في حاجه كتير قوي بتقع مننا. فالابروتش اللي في البدايه كان الابروتش ان احنا تو برينج لايف باك للهيد كوارتر. انا كنت حاسس ان الهيد كوارتر ده عباره عن انسان آلي مش بني ادم، فهو ناقص القلب بتاعه، يعني لازم نحط له قلب جوه كده عشان يرجع تاني تو اكتيفيت المبنى الهيد كوارتر. هو مبنى بسيط مش ما فيهوش حاجه معقده، عباره عن بوكس. وكانت الرحله كده بقى ايه، في النقاشات مع الكلاينت، يعني حتى لما كنا بروح اتناقش معاه مثلا على حاجه، كنت بروح بدل ما اطبع الواجهه على لوحه بطبعها 3D ونقعد نتناقش عليها. فده كان الديالوج دايما اللي بيحصل ما بيننا وبين بعض. اللوكيشن بتاع البروجكت موجود في دبي، في منطقة اسمها ستوديو سيتي، في ظهر الموتور سيتي اللي يعرف شارع الشيخ زايد، بعيدة شوية عن شارع الشيخ زايد، وبتدخل شارع اسمه شارع مستقيم. منطقة لسه منطقة ما فيش مباني فيها كتير، بس المباني للأسف اللي اتبنت فيها زي ما احنا شايفين كده عندها فيها مشاكل كتير يعني. فطبعا بنبص على الكونتكست وعايزين ان احنا نعالج اللي موجود ده ونعمل حاجه يعني نبعت مسج نقول يا جماعه خلينا نفكر في الموضوع بطريقه افضل شويه. فده كلها كانت تشالنج بالنسبه لي. وكان الفكره كلها ان احنا كنا بنعمل المشروع ده في عز البانديميك، في عز الكورونا، فاحنا مش عارفين نشتغل في مكتبنا، مش عارفين نروح نقعد مع بعض.
عندنا مشاكل في السوشيال ديستانس، عندنا مشاكل في الـ في الـ الـ كل واحد لابس ماسك، كل واحد ما بيسلمش على التاني، كنا بنسلم على بعض بالرجل يعني، بالرجل او بالكوع كده بنسلم، يعني مشاكل كتير قوي عايشينها. الميتنج حتى اللي كنت بروح اقعد فيه مع الكلاينت كنت بروح اخبي العربيه في حته عشان لو الشرطه شافتها هتعمل لنا مشكله. يعني الموضوع كله تشالنج على بعضه. فده كان يعني انا كنت بروح بشويه بيسز كده نقعد نتناقش فيها، ونقعد يبقى في كان في ديالوج فعلا ما بيني وبين الكلاينت. برضو واحد شاف 11 فكره قبل كده، فعايز يعمل افضل ما يكون، والحمد لله يعني المشروع دخل في مرحله دلوقتي كويسه في التنفيذ يعني. فهي كانت الفكره كلها، الواحد كان بيفكر البوست بانديميك اوفيس هيبقى شكله عامل ازاي. انا لو انا النهارده رجعت اشتغل في المكتب محتاج الاقي سبيس ان انا اطلع اقف فيه، احس ان انا باخد فريش اير، قاعد مش متضايق، قاعد مش حاسس ان انا قاعد مخنوق وانا قاعد شغال. احنا بنعيش في مكاتبنا اكتر ما بنعيش في بيوتنا، بنعيش مع زمايلنا اكتر ما بنعيش مع اهلينا في البيت. في اوقات خصوصا الناس المعماريين ساعات بيطولوا شويه وممكن يسهروا ويطبقوا في المكتب، فالسبيس لو مش سبيس يشجعك ان انت تبقى قاعد فيه وما تبقاش متضايق يبقى في مشكله يعني. ده كانت وجهه نظري للسبيس اللي موجود. وانا عندي قناعه كده، يمكن المقوله دي كان قالها رافينا، ال right decision with the right decision sustainability is nothing but the richness of common sense. هو كلها عباره عن common sense. لو انت استخدمت الكومن سنس بتاعتك هتلاقي نفسك اوتوماتيك انت رايح للسستينابيليتي بدون ما نقعد نعمل اختراعات. وطبعا اكيد الحاجات الزياده اكيد بتبقى ليها اضافه، بس انا بقول الكومن سنس بتاعك انت كمعماري هو ده الطبيعي، ده المفروض يكون موجود في اي بروجكت يعني. طبعا هي الفكره كلها ان احنا الورك بليس ان ذا تايم اوف كورونا فايروس دي كانت الاساس. وكان في سؤال كده، هل الكورونا فايروس دي هتغير حياتنا وهتغير الاركتكتشر والديزاين في المستقبل؟ يمكن غيرت حاجات، بس في حاجات ما اتغيرتش، في حاجات بدأت ترجع تاني زي الأول، مش زي ما الواحد كان متوقع أو كان حامل لها فيجن، بس في حاجات بدأنا نعالجها، بدأنا نقول لا طب ليه ما يبقاش، ليه الواحد ما ياخدش باله من حاجات كتيرة، وخصوصا في دبي هنا الفنتيليشن والتهوية والكلام ده كله مأساة، فهي بتساعد أصلا على نشر أي أمراض يعني. فالحاجات دي كلها. وكان في سؤال كده يعني، هو احنا اللي بنسمعه دايما الفورم فولو فانكشنز، طب هل الفورم والفولو فير اوف انفكشن، هل خوفنا من ان احنا نتعدي ده هل ممكن يغير الفورم بتاعنا ولا لا؟ ده كانت اسئله كتير كده الواحد بيقعد يسالها لنفسه. وكانت ساعتها بدات الموضوع السوشيال ديستانس، بدات حتى في مكاتب اتعملت على يعني اللي انا حاطه على السكرين ده بالظبط، هو كان الفيجن بتاعت المكتب ان هو يحافظ على السوشيال ديستانس ما بين الناس وما بين بعض، وان هو دايما طبعا دي بتعمل اكيد بتخسر عدد كتير وكل حاجه، بس لو اتعمل بشكل كويس ممكن ان انت كل واحد يبقى عنده السبيس بتاعه ويبقى مرتاح فيه. هي مشكله اللي بيحدد مقاساتنا في الشغل هو الديسك اللي انت بتشتغل عليه. وطبعا انا شفت مكاتب الناس مش بتعمل فيها ديسك، هو بيعمل فيها يا دوبك ترابيزه الواحد في كي جي 2 ممكن يقعد يشتغل عليها، وطبعا اكيد ما بتساعدش على الكرياتيفيتي يعني. فكان انا الهدف بالنسبه لي كان في المشروع ده ان انا نرجع الحياه تاني جوه المبنى ده من كل جهة بقى، من وانا داخل من تحت وانا قاعد فوق في الكورت يارد وانا قاعد في الجاردن وانا قاعد بشتغل في الاوفيس وانا حتى كونكتد مع الناس في اي دور تاني. فدي كلها كانت حاجات اساسية. الورك ستيشنز نفسها كانت ليها طريقة مختلفة في حساباتها في مقاساتها، مور ساينس يعني ان انت خلاص يبقى عندك بقى المحتاج ان انت في مثلا هتعمل اناونسمنت على حاجه معينه، فلازم يبقى في اماكن تقدر تعلق عليها الحاجات دي، وفكره بقى الورق اللي بيتلزق والحاجات دي خلاص بقى ادمت، فلازم تكون في حاجه فيها تكنولوجي شويه في كل حته بحيث ان الناس تبقى موجوده. فريش اير وفنتيليشن بالنسبه لي كانت من اهم حاجه، التكنولوجي ممكن تبقى اكتيفيتد اكتر، الكووركينج ايديز نفسها ممكن نرجع تاني نفكر فيها بطريقه مور انوفيتيف شويه. الهيت سكانز طبعا، وانا شايف دي حاجه مهمه يعني مالهاش علاقه بالكورونا، بس مفيش مانع ان يبقى على كل مدخل لاي مبنى خصوصا المبنى بابليك الناس بتيجي من بره يكون فيه هيت سكان بتقول اذا كان على الاقل عنده سخونيه ولا لا يعني. مش وكانت الحاجه الاهم بالنسبه لي كانت هي increasing the outdoor spaces and breakout spaces، لان هي دي اللي مالهاش علاقه بالكورونا، بس هي دي بالنسبه لي missing في اغلب الورك سبيسز اللي احنا بنقعد نشتغل فيها. كانت واحده من الاسئله يعني هل الديستنس في التواليت نفسها حتى يعني حتى من الهايجين بوينت اوف فيو ما نبعدش الحوض شويه عن بعض سنه يعني، احنا بنعاني منها في كل الاماكن، فليه ما يبقاش في مسافه كويسه ما بيني وبين اللي جنبي في التواليت حتى كمان يعني.
فكانت فيه بوينتس كتيره الحقيقه. وبعدين دي بدات بعد كده تاخدنا بقى للفورم فايندنج. يمكن السكتشز اللي طلعت على اليمين دي كانت يعني بدا بعد ما بقى في فكره ليها. بس هي الفكره كلها ان هي كان في مشروع مشير بالفتره الحقيقه كان يعني فيري سكسسفل، وكانت الفكره فيه هي البلند ما بين الاولد والنيو. فكانت احد الانسبيريشن بالنسبه لنا. واحنا دايما بنحب المشاريع تبقى كونتكتشوال وتكون في نفس الوقت في يعني كونتمبري بس فيها تاتش يدي ايدنتيتي كده للمكان شويه. فكانت هي دي الفكره كلها، ان احنا نشيل الاورنمنت والتفاصيل نفسها ونسيب البروبورشنز والويندوز والحاجات بشكل بحيث ان انا اقدر اريليت شويه للباست يعني. السيكونس كان حاجه اساسيه في المشروع يعني، كانت حاجه يعني حابب ستيتمنت كده حابب اسيبها تبقى موجوده في المشروع لغايه الاخر يعني. شايفه كانت كاوفيس بيلدينج او هيد كوارتر مهمه ان هي تكون موجوده عشان تدي ايدنتيتي للمكان. سكالبتشرينج ذا اكسبيرينس اوف لايت دي حاجه انا يعني مقتنع بيها في اي مبنى بشتغل عليه. مش شرط المبنى ده يبقى اوفيس بس انت انا بالنسبه لي انا بعتبر ان اللايت اند شادو دول عباره عن دايناميك ارت وورك بيتحركوا معاك طول ما انت، فانت لازم انت اللي توجه الشمس وتوديها تقول لها تخش فين في المكان وهعمل لها سكرين شكلها عامل ازاي عشان تبدا. والشادو ده ما بيبقاش بيبقى على الارض وعلى الحيطه وفي كل مكان، فلازم الواحد يوظفه بشكل كويس وفي نفس الوقت يفيد اللي عايش في المكان نفسه. نفس الوقت برضه to create the shadow يعني فكرة ان انت يكون في مكان تقدر تقعد فيه outdoor ما فيهوش مشكلة. وحاجة اساسية بالنسبة لي في الاوفيسز عامة، اي اوفيس بالنسبة لي لما بطلع من الليفت لوبي وادخل الكوريدور والاقيه ما فيهوش daylight ده بالنسبة لي مبنى كئيب، مبنى ما خلاص فقد الروح بتاعته من بدايه دخولي للمكتب خلاص يعني. فكانت الهدف، ودي كانت طبعا بتبقى خناقه شويه مع اغلب الكلاينتس لان انت بتبقى محتاج تضيع سبيس عشان تقول له ان انا محتاج ادخل نور ربنا من الحته دي، فانت هتاخد من المساحه بتاعتك شويه بس هتفيد المبنى وهتفيد الناس يعني. فدي بتيجي على مراحل بقى يعني. في البدايه خالص كان في بلان ما فيهوش الحته دي، الخطوه اللي بعديها قلت له طب في مانع لو خسرنا شويه الاريا دول؟ فانت قاعد بتفايت كده ايه وبتبني سيناريوز وتشوف الـ 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 الوقت المناسب ان انت تطرح الحته بتاعتك. ما ينفعش يبقى كل مره واحده، يا اما هتاخد رفض على كل الايديز اللي انت عايزها، وخصوصا لما بيبقى مشروع يعتبر مشروع كوميرشال الكلاينت عايز يكسب منه وفي نفس الوقت مش عايز يخسر مساحات، بس في الاخر لازم تحقق له طلباته وفي نفس الوقت تحققها بالشكل المناسب برضه. فدي كانت بالنسبه لي من الحاجات الاساسيه. طبعا عشان نحس بسكيل المشروع سواء مع الكلاينت او احنا، فبدنا نقارنها بمشاريع موجوده اوريدي واحنا عارفينها هنا. فده مثلا كان هواوي هيد كوارتر مثلا، هو نفس الحجم تقريبا بس بدل ما هو رايح للعدد الادوار دي كان اقل دورين، فبدا الكلاينت يحس شويه بالسكيل بتاع المشروع. من المشاريع المميزه كبلان الاعمار سكوير. يمكن دايما لما بنيجي نشتغل على اي اوفيس بيلدينج التايبولوجي بتاع اعمار سكوير ده كبلان بالكور في النص بمساحته تعتبر يعني تدرس يعني الفوت برينت بتاع المبنى نفسه يعني. دايما في اغلب المشاريع دايما الناس بتاخده كمثال يعني. وده كان المبنى بتاعه هو حاليا، وبقول له ان المشروع بتاعنا هيبقى تقريبا 3 أضعاف المساحه اللي موجوده دي. فبدا يحس بالسكيل شويه وبدا ده كان التيبيكال ريسبونس اللي احنا شايفينه قدامنا على السكرين هنا من كل الكونسلت 3 كونسلتنتس تقريبا اشتغلوا على المشروع قبلينا، طلعوا 11 اوبشنز كلهم اخذوا نفس الابروتش. بلان ارضي في انترنس وريتيل، اوفيس تيبيكال اوفيس تيبيكال اوفيس تيبيكال اوفيس تيبيكال، وخلاص على كده وقفلوا الموضوع على كده. فبقى كل التعديلات اللي بتحصل ان انا عمال احط ميك اب للفساد من بره، اقول هتبقى شكلها كده او هتبقى شكلها كده او شكلها كده. ففقدت الروح شويه بالنسبه لي. فلما ده كان اول ابروتش احنا دخلنا عليه حسينا ان ده رونج ابروتش، ان انا تو ديزاين هيد كوارتر مش بس اوفيس بيلدينج، ده هيد كوارتر يعني المفروض ان الناس تشتغل مع بعض فيه، وهو عايز دورين لي والدورين التانيين هيبقوا للبابليك يعني. انا ممكن اروح رنت الاوفيس ده بس ما فيش مانع ان انا رنت اوفيس في مكان كويس برضو يعني. فانا بالنسبه لي كانت نيو ديماندز عباره نيو فيوتشر. فانا بشوف ايه الطلبات اللي موجوده وايه الناس عايزه ايه، وانا احتياجاتي حتى كواحد عايش في المكان هنا شايف ايه اللي ناقص. فبدات افكر بالمنطقه اللي احنا شايفينه قدامنا ده. هو نفس المساحه بالظبط استخدمناها، هي ما صغرناش المساحه، ادينا له بالظبط نفس المساحه للباقي اداهم له، فهو ما خسرش اي حاجه. بس بدانا نفكر في المشروع بطريقه مختلفه شويه، بدانا نغير في الفانكشن بتاع السبيسز بطريقه بحيث ان المبنى نفسه يبقى فيه حياه موجوده. فكانت اول حاجه بالنسبه لي المدخل
عشان احس ان في مبنى مش كبير قوي، بس ما فيش مانع ان انا احس ان انا داخل على حاجه دبل هايت، وفي نفس الوقت ممكن ما اخسرهاش، ما اخسرش سبيس كبيره. فعملنا سبيس صغير بس دبل هايت. فالنهارده مثلا كنت في السايت وانا داخل، واحنا داخلين اخذنا الامبريشن اللي هو الدبل هايت موجود ومريح، وفي الانتيريور عالجناه بطريقه هوريكم صور ليها. وبعد كده الدور الارضي بيبقى عباره عن باركينج بقيته وانترنس، وفي تو ريتيلز موجودين. وبعد كده باخد الدور اللي بعديه، وده برضو بيعمل كونكتيفيتي ما بين الدور الارضي والاول، فبيبدا يربط ادوار مع بعض. فاللي ماشي اللي طالع في الليفت في الدور ده يقدر تو اوفرلوك الجراوند فلور، فيفضل دايما في كونكشن ما بينه وما بين الدور الثاني. وفي نفس الوقت هنا في سمول بوكيتس في الفساد من هنا، عملناها برضو دبل هايتس، بحيث ان هو برضو يبقى فيها الفيلينج ان انا مش واقف في بلكونه في ريزيدنشال بيلدينج في شقه، لا انا واقف في اوفيس بيلدينج. فما فيش مانع ان يبقى في اوفيس فوق واوفيس تحت، كلهم بريفنج، ما فيش مشكله. والاوف الهيد كوارتر نفسه بيبدا من هنا، في تريبل هايت جاردن بره هنا في الجزء ده كل المكاتب بتبص عليها، وفي كورت يارد في النص تشيل. اغلب تقريبا كل الاوبشنز اللي شفتها كانوا حاطين الحمامات في نص في قلب المشروع نفسه. انا شلت الحاجات دي نقلتها في مكان تاني وعملت قلب المشروع نفسه عباره عن كورت يارد. الكورت يارد ده الناس بتقدر تاكسس عليه من الدور الثالث والرابع في اي مكان، سلم من جواه، علشان يبدا يبقى في حياه في الهيد كوارتر، فالناس تقدر تكونكت مع بعض بطريقه بسيطه. وفي نفس الوقت بستغل كل البوكيتس والسبيسز اللي اتعملت دي ان هي يبقى فيها لاندسكيب، بحس يبقى في حياه في المكان، والسبيسز نفسها واسعه مريحه، فنقدر ان احنا نعمل فيها موضوع السوشيال ديستنس، مفيش مشكله. واهم حاجه في الاخر هو كتوتال اريا، في الاخر اخذ التوتال اريا اللي هو عايزها كنت اريا. بس زادت حاجه، زادت السبيسز الجديده اللي اتعملت دي. فدي انا النهارده لو انا فكرت ان انا ابيع المبنى ده وان انا اجره لحد تاني، فانا بديهوله بالسبيسز البريك اوت سبيسز اللي اتعملت دي، فانا كسبت اريا موجوده، فدي مكسب بالنسبه له ومكسب لاي حد بعد كده هياخد المبنى، وده بتعلي الافشنسي بتاع المبنى نفسه، فهو يعتبر كسبان مساحات زياده كمان. فده كان الابروتش بتاعنا للمشروع، وده كان المشروع سمبل، هو عباره عن بوكس بس، شويه الكات اوتس اللي بدات تتعمل من البوكس ده هي اللي بدات تدي له حياه شويه. الكورت يارد، الجاردن سواء من هنا او هنا، قعدنا ندرس الجاردن من الناحيه دي او من الناحيه الثانيه علشان الـ طبعا السولار باث وافضل تتحط فين وايه اللي يبقى كونكتد مع ايه. فاخذت وقت مننا شويه ان احنا نقعد ندرس مع الحاجات دي، مش وقت طويل بس يعني وصلنا في الاخر للكونكلوجن ان الدايركشن ده هو ده اللي هيبقى فيه البيج جاردن موجوده هنا، والناحيه الثانيه هيبقى فيه بوكيتس، والكورت يارد في النص هو ده الاساس بتاع البروجكت ده. زي ما احنا شايفين ده الجراوند فلور عباره عن نص، النص اللي ورا عباره عن باركينج، هو طبعا مش كانش حابب ينزل البيزمنت خالص. فبدانا نعالج الجزء اللي ورا ده كله بلاندسكيب، يعني يعتبر عن هاردسكيب باترنز موجوده فيه، بشويه سمبل لاندسكيب موجود بسيتنجز اريا كده موجوده في بعض الكورنرز، والبيت الاماكن العربيات هتكون موجوده فيها، بحيث حتى لو العربيه موجوده او مش موجوده انت تقدر تدخل من المبنى ده وتكونكت على المبنى اللي بعديه، لان كان في فيجن للمنطقه كلها ان كل الجراوند فلور يبقى كله كونكتد ببعضه. فده كان الهدف من وبعد كده الدور الاول والثاني عباره عن تيبيكال فلورز. يمكن هنا باينه ان هي مقفوله شويه الحته دي، بس هوريها لكم في البلان الفاينل. فدي كان في فلكسبيليتي في لما شلنا الجزء اللي في النص ده، ادى فلكسبيليتي ممكن حد ياخد الدور كله يشتغل عليه، لان احنا دايما الاوفيس بيلدينجز دبي هنا دايما بتبقى كورنشل، فالناس بتبدا ان هي ممكن ترنت كل الفلور وتفتحه كله على بعضه، او ياخد نص دور او ياخد الاثنين مع بعض، فلازم يبقى في فلكسبيليتي في الاوفيس نفسه. وبعد كده بدايه من الدور الثالث بدات تظهر البوكس والجاردنز اللي هي هتكونكت الدور الثالث والرابع مع بعض فيرتيكالي، بحيث ان هو هنا يبقى عنده كونكشن، هنا يبقى عنده كونكشن، ورا يبقى عنده كونكشن، وهكذا. والسكاي لايت بدات تتحط في الجزء ده، والشيدز طبعا اللي اتعملت على السبيس، وبدا يبقى في اكسبيرينس مختلفه للمبنى من جوه، اكسبيرينس بتاعت الكورت يارد، الاكسبيرينس بتاعت الكوريدورز اللي فاتحه على الكورت ياردز وانا ماشي فيها وشايف جاردن على يميني وكورت يارد على شمالي، وبطلع من ديبارتمنت لانذر ديبارتمنت. فحتى وانا رايح مثلا لزميل اللي في الديبارتمنت الثانيه هتناقش معاه على حاجه، ام انجويينج الجيرني نفسها بتاعت الاوفيس الهيد كوارتر نفسه. فكانت الفكره كلها هي تو سيليبريت كمان الموضوع، الاضاءه والحاجات دي كلها كانت مهمه جدا، لان ده مبنى المفروض مكاتب، فلازم تدخلوا اضاءه ربنا طول اليوم، يعني لغايه لما الشمس تغرب لازم نعتمد على الاضاءه الطبيعيه.
لان بتفرق جدا على السيكولوجي بتاعت الناس اللي شغاله في المكان يعني. من ضمن الحاجات التانيه برضو بلند الاولد والنيو اللي كنا بنحاول ان احنا نحافظ عليها، فكره العريش واللايت اللي بيدخل منه، والموضوع ان احنا نعمل دنس شيدز بحيث ان احنا ناخد نفس الفيلينج بتاع اللايت جوه السبيس. فده ده الجزء بتاع الجاردن اللي بره. الايدنتيتي نفسها بتاعت الاولد والنيو بطريقه سيمبل بسيطه، بنشيل الاورنمنت وبنحافظ على نفس الريكتانجل والسكويرز اللي موجوده. فحاجات واخده دبل هايت، حاجات واخده سنجل هايت، هو ده اللي احنا كنا بنحاول نربطه في الفساد. السنس اوف كوميونتي اللي متعودين نشوفه في اغلب اللي بدا يختفي، ما بقاش موجود حاليا في اغلب المباني، حاولنا نرجعه تاني بطريقه ما، بحيث ان يبقى الناس في مكان كده الناس بتجتمع فيه يعني. السبيس ده مالتي فانكشنال سبيس، ممكن استخدمه ك احتفال يتعمل فيه، ممكن الناس تجتمع فيه، ممكن الناس تقعد تاكل فيه، الناس تقعد تشتغل فيه. فهو فليكسبل سبيس، يقدر الناس يعني، وفي نفس الوقت اللي فوق هنا يقدر يكونكت مع اللي تحت، فما يحسش ان هو اتفصل في انذر فلور. فدي كلها كانت الاضافات اللي احنا اشتغلنا عليها وعملناها. في نفس الوقت حتى سمول اليمنتس من الاركتكتشر اللي احنا متعودين نشوفها هنا بدات ترجع تاني بشكل مور كونتمبري اكتر، بس في الاخر بتحافظ عليها. ده السكاي لايت بتجارب طبعا نواف اعتقد معانا هنا. نواف كان شغال معانا من العراق، ويعني بيحاول يعمل تيست على اللايتنج والسبيسز من الموديل اللي احنا خلصناه بعدها له. بدانا نتست نشوف السيكونس اوف لايف، والحاجات دي خدمتنا بعد كده كمان لما بدانا نفكر هنعمل ديزاين لللايت ازاي على المبنى. يمكن اتعمل في الاول كمجرد تجارب سريعه للبيلدينج، بس كان ليه استفاده جامده جدا جدا هنشوفها في مراحل تانية على دراسه اللايت من بره هيبقى شكله عامل ازاي. ده السبيس بتاع الكورت يارد من جوه، ده الجاردن الاكسترنال جاردن اللي بره، دي الدبل هايتس اللي هي البوكيتس الدبل هايتس، سواء كانت في الدور هنا او الدور هنا. وطبعا العدد يعني يمكن التايبس بتاعت الشبابيك اللي استخدمت مش كتيره، بس اتعملت اتوزعت بطريقه بحيث ان هي تبقى مور راندوم، بس في نفس الوقت فيها سيكونس برضه موجود فيها. وده كان الفيزيكال موديل ريندر اللي اتعمل للبروجكت عشان تو فيل طبعا اكس راي بقى للبيلدينج عشان نشوف الاكسبيرينس بتاعته، هل حققناها ولا ما حققناهاش. وكل ما الواحد بيبدا يجرب حاجات كتيره ويخش في مور دايجرامز ومور ستاديز للبروجكت، كل ما بيبدا يدرس كل كورنر فيه. وده اللي حصل معانا في البروجكت. انا البروجكت يمكن كان اول بروجكت بالنسبه لي في فير فورم، فانا كنت قاعد تقريبا 24 ساعه شغال على البروجكت ده، شغال على كونسبت سكيماتيك ديتيل ديزاين كونستراكشن درونز، وحاليا بنزل السايت كل فتره كده علشان الميتنجز فالبروجكت يعني اتولد على ايدي ستيب باي ستيب. ده انذر سكشن. وبعدين الفلور بلانز، سمبل فلور بلانز، ده الجراوند فلور. كل الاسود ده هو ده البابليك سبيسز، الباقي ده هو الباك اوف هاوس، سواء بقى كانت سب ستيشنز، ال في روم، الحاجات كلها المبنى محتاجه خدمات. وفي نفس الوقت في ريستورنت وكوفي شوب في الجراوند فلور، حبينا ان هم يكون فيهم نفس فكره في الهوسبيتاليتي في الاوتيلات شويه. لما تيجي تدخل دايما بتلاقي اغلب السبيسز يو كان ريتش ايزلي، مش كل حاجه مفصوله لوحدها، لا فيها يعني فيها سيمي كده جليمز كده تقدر تعرف ايه اللي بيحصل هنا وايه اللي بيحصل هنا. فده ريستورنت وده كوفي شوب مع الانترنس، فبيدي مجال واسع شويه للجراوند فلور. وبعدين تدخل على الليفت لوبي ويطلعك على بقيه الادوار كلها. ده الجزء اللي سرقناه ستيب باي ستيب كده من الكوريدورز عشان ندي يعني مساحه لللايت ان هو يخش من الناحيتين يعني. ده التيبيكال. ودي بدايه من هنا بقى بدات الادوار اللي فوق اللي هي الهيد كوارتر بدات تبقى حوالين الكورت يارد نفسه، ودي الجاردنز اللي بره والبوكتس اللي بره. دي بعض السكتشز كده اللي كانت اتعملت اللي بتحقق نفس الكلام اللي كنت بشرحه، وال يعني دراسه اللايت والسكاي لايت اللي موجوده وعايز تعمل بطريقه معينه، والكونكشن ما بين الاوفيس وما بين الكورت يارد هيبقى شكله عامل ازاي. ما كناش لسه شغالين على الانتيريور بتاع السبيس، بس كنا بنحاول ان احنا نحقق سبيسز معماريه فيها يعني سبيس ينفع يبقى له قيمه، اي حد يخش حتى لو دهنه بس كده يبقى شكله كفوليوم شكله مريح. هو ده كان الهدف من الاكسرسايز.
والنهارده يعني الصوره دي من الموقع النهارده الحمد لله الكورت يارد اتولد واطمنت على الدايمنشنز بتاعته، وان شاء الله باذن الله يعني اول ما نخلص نوريكم كل ده كان الفيزيكال موديل اللي كانت اتعمل في بدايه البروجكت في مرحله الكونسبت عشان نتست عليه كل حاجه. الموضوع مش موضوع ديزاين بس وفلسفي وهنعمل ايه وشكل الاليفيجن هتبقى عامله ازاي، لا الموضوع فيه ماتيريال سيلكشنز والماتيريال دي ولا الماتيريال دي، طب هنروح بورسلين ولا هنروح، والواحد بيقعد يدرس ويشوف ماتيريال جديده ويتعلم ويستفاد ويجيب سبلايرز ويقعد معاهم لا طب دي مش هتركب مع دي، لا طب دي فيها مشاكل، طب دي ما تنفعش مع الجو بتاعنا هنا، طب ايه ده في ماتيريال كبيره بورسلين تايلز 3 متر مش عارف متر 60، طب دي يلا نجربها، وبعدين بعد ما نخلص كل المجهود ده نرجع نغيرها لجي ار سي تاني، ورحله كده ما بين الماتيريالز عشان نشوف ايه افضل حاجه للبروجكت اللي اتحقق اللي احنا عايزين الفيجن اللي احنا عملناه. وبارل للكلام ده قاعدين بنشتغل على الديتيل ديزاين، بس مازال في حاجات مقلقاني عمال كل شويه اعمل لها 3 دي برينتنج ابدا ابص عليها، دي كانت سامبل كده من السكاي لايت اللي هتتعمل، فبحيث ان انا كنت بحاول اعمل دبث شويه للسكاي لايت عشان الشمس ما تخشش دايركت، تبقى فيها تكسر شويه الشمس فتدخل اضاءه بس في نفس الوقت تكسر حده الشمس لان الجو هنا عندنا بيبقى صعب شويه، وفي نفس الوقت تدي منظر جمالي، وعايزينها بالليل برضو يبقى فيها مكان اقدر احط فيه لايت بطريقه ما. فده كان يعني احد الاكسرسايزز اللي هي تعتبر بالنسبه لي ديزاين ديفلوبمنت بس في مرحله الديتيلز واحنا شغالين عليها. وطبعا الفيزيكال موديل عملنا فيه سامبل لايت كده عشان نبدا نتست عليه ونشوف هل اللايت الكفايه ولا والكورت يارد طبعا اللي في النص. طبعا انا حطيت شويه كده جليمز كده من الدروينجز اللي بنطلعها في مرحله الكونستراكشن دروينجز بحيث ان احنا نجمع كل الموضوع كله ما يبقاش الموضوع بنتكلم في ديزاين بس، فدي دي السبيسز اللي كانت طلعت في مرحله الديزاين ودي ترجمتها في المرحله اللي بعد كده، والسكشنز بتاعتها شكلها عامل ازاي والجلاس اللي الناس هتبقى ماشيه في الكوريدور هنا، وهنعالج ازاي السكاي لايت الميول بتاعه مع الارتفاع بيبقى اعلى شويه وهكذا. فكل الحاجات دي الحمد لله يمكن الديزاين ما فيش حاجه فيه اتغيرت، دي التفصيله اللي احنا شفناها من شويه. وده الكورت يارد من جوه هيبقى شكله عامل ازاي. في سكرين طبعا هي شركة ميديا فلازم يكون عندهم حاجة فيها سكرينز ويعرضوا عليها واجتماعات وفلكسبل سبيس يقدر ان انا اغيره في اي وقت ما يكونش في فانكشن ثابت، وفي سمبل لاندسكيب موجود فيه يدي روح للموضوع. والاكسترنال جاردن اللي بره دي انذر سبيس لان ده احنا للاسف مفتقدينه، وفي ناس بتبقى شغاله في تاورز 90 دور وبينزلوا 90 دور عشان يقفوا تحت، مش لازم يكون بيدخن يعني ممكن يكون حد عادي كده زي حالتنا بس هو محتاج يشم هواء، فعشان انزل 90 دور دول ولا 80 دور دول يعني باسانسير واطلع دي فيها لوحدها كده بتاع ربع ساعه مثلا ولا حاجه، فما فيش مانع ان يبقى في نفس الاوفيس الواحد يقدر يخرج ويدخل تاني. ده الفيلينج بتاع الجاردنز اللي هي اللي بره التريبل هايت جاردن دي، فبرضه شايفينها هنا في اكتر من صوره من الفيزيكال موديل. دي الدبل هايت البوكس اللي موجوده على الاليفيجنز الثانيه، ودي كانت النهارده برضه من السايت كده كنت بشوف السبيسز وهل هي محققه فعلا اللي احنا كنا عايزينه. فالحمد لله ان احنا درسنا الموضوع ديجيتالي وفيرشوالي وخلاص رياليتي دلوقتي رايح للدايركشن الحمد لله كنا اشتغلنا عليه. وده كان احساس الجاردنز، ده الدور الثالث وده الدور الرابع، والناس تقدر ان هي من هنا ومن هنا تقدر تدخل وتلاقي مكان دايما بريك اوت سبيس يطلعوا يقعدوا فيه، ممكن ياخدوا لانش بريك، ممكن يعملوا ميتنج اوت دور ميتنج، يبقى سبيس مريح وفي نفس الوقت ما يضرش المكان يعني. ده الانتيريور سبيسز يعني فضلنا الانتيريور يبقى حاجه فيري سامبل بسيط جدا. في بعض الايتمز اللي كانت احد الشركات حد بيسمع حاجه اسمها فاسكو هم بيبقوا بيشتغلوا على بعض الايتمز، فبالنسبه لهم الميه لازم تبقى حاجه مهمه، وبيبقى برضو لو في مثلا جرينري يبقى مش عارف موجود في مكان ما، فطبعا الريبورت ده احنا بنشتغل عليه بس بنحاول نوظفه بطريقه بحيث ان احنا نطلع الفكره كلها في موضوع الفاسكو ده ان انت بتحاول تعمل سبيس الانرجي فيه تبقى يعني تبقى جود في بوزيتيف انرجي مش نيجاتيف انرجي يعني. وفي نفس الوقت بنحاول نرفلكت الاركتكتشر عشان يبقى في هارموني ما بين الانتيريور وما بين الاكستيريور. ده another view ده اللي فيه الكوفي شوب هنا، والناحية التانية فيه الريستورانت.
حتى التويلتس كمان كانت جزء من، لان هي جزء من الكورنشيل اللي لازم تتبني. والنهارده طبعا كنا بنعمل تيست كده بنشوف السبيسز هتحقق اللي احنا عايزينه ولا لا، ويعني مش محتاجين الميتافيرس عشان نقعد ندخل اللي احنا عايشين فيه اصلا. العالم الافتراضي ده مش عارفين نخرج منه. في نفس الوقت برضو احنا شغالين بالذات على الاوفيس بيلدينج، لازم الواحد يبقى عارف افضل لوكيشن لللايت بيكون موجود فين علشان ما يأذيش الناس اللي هتقعد تشتغل. فدي بالنسبه لي كده ايه، يعني زي سمبل دايجرامز كده بتوضح الموضوع. اول 6 متر هم ذا بيست برايمري لوكيشن، يعني ده افضل مكان يدخل فيه اضاءه اول 6 متر. 6 متر اللي بعديهم ده سكندري لوكيشن ينفع تقعد تشتغل فيه، ما فيهوش مشكله، بس طبعا بيبقى الاضاءه بتبقى اكتر في ال 6 متر اللي بعديه، اللي هو ال 6 متر اللي هو يعتبر اللي هو الدبس 18، ده اللي هو الدارك جرين، ده ما ينفعش حد يقعد يشتغل فيه. فلازم يبقى فيه يا اما منطقه سيرفيسز، يا اما تحط فيه بقى برنترز، يا اما تحط فيه اي حاجه بحيث ان ما فيش حد يقعد يشتغل فيه. وغالبا ده بيبقى دايما في المدخل بتاع الاوفيس. فال 12 متر اوريدي متحققين، يمكن دول بس اللي فيهم الثيرد لوكيشن. الهيد كوارتر بسبب طبعا الكورت يارد، فتحقق ان بقى تقريبا 90% من السبيسز عباره عن برايمري لوكيشن. وده طبعا ده ميزه من مميزات البوكتس اللي بتتعمل والجاردن اللي بتدخل دي، ان هي بتخلي السبيس كله تقريبا عباره عن داي لايت. في نفس الوقت برضو بدانا ندرس الاكسترنال لايت، سوري الارتفيشال لايت ممكن يبقى شكله عامل ازاي. يمكن ما كانش في معانا هنا لايتنج كونسلتنت، بس كنت بشتغل مع سبلايرز وانا كان عندي فيجن معينه كده لللايت حابب احققها، وعايز اطمن اذا كانت هي دي مظبوطه ينفع تكنيكالي تتنفذ ولا لا. فلازم يبقى في حد يفيد في الجزء ده. فطبعا بنبدا ندخل في ريفرنسز الاول بحيث نشوف النوع اللايت اللي احنا عايزين نحقق بيه الكلام ده شكله هيبقى عامل ازاي. وده طبعا لازم يبقى في حد معايا، انا مش خبير لايتنج يعني، بس انا ببقى عندي فيجن معينه لللايت شكله هيبقى عامل ازاي يعني. فدي بعض الريفرنس ايمجز لللوك اند فيل بالنسبه لللاندسكيب والاركتكتشر والانتيريور كمان حتى عايزينه يبقى شكله عامل ازاي. الفكره بقى ان هي الواحد يبدا ينقل الاكسبيرينس بتاعت اللايت دي لهولستيك اكسبيرينس. هو ده اللي الواحد كان بيحاول، اللي احنا الفيجن اللي عملناها في الاول دي هنحققها ازاي بعد كده. فده البيلدينج سمبل. فببدا ان انا اعمل عليه سمبل دايجرام. انا دايما في اللايت بقسم الموضوع لبيز وميدل وتوب. البيز ده اللي هو هيبقى الكونكشن الاساسيه معاك كشخص بارتفاع كده، هي دي اكتر حاجه انت هتبقى قريب ليها، فلازم التعامل مع البيز ده يكون بحرص شويه. الميدل في نقطه مهمه جدا، ان المبنى في حد ذاته هيكون فيه لايت موجود فيه، بمعنى دي offices أو residential أو whatever أيا كان المبنى. ففي ممكن واحد يجي الأوفيس ده يبقى قاعد شغال النهاردة بالليل، فهو هيبقى فيه random light بيطلع من المبنى نفسه، فالواحد لازم يعمل حساب حاجة زي كده. فأنا النهاردة لو جيت مثلا عايز أنور بسبوتلايت، عايز أنور الـ edges بتاعت الكولومز دي، حاسس إن دي بالنسبة لي كانت حاجة أساسية عايز إن أنا أعمل هايلايت عليها. اللي بعد كده هيجي الجزء الراندوم اللي انا بتكلم فيه. ممكن الراندوم ده يبقى زي ما احنا شايفين مثلا شويه انوار متولعه كده، بس هي برضو جزء من الاكسبيرينس، فلازم الواحد يخلي باله منها. وممكن واحد تاني في يوم تاني يلاقيها باكسبيرينس مختلفه، فهو البيلدينج مش ثابت اللايت بتاعه، هو بيتغير حسب السبيسز جوه عامله ازاي. وده اوفيس، فاغلب الاوفيسز اكسبوزد، فالواحد لازم يعمل حسابه فيها. وفي نفس الوقت احنا عايزين نعمل هايلايت على بعض الاماكن في الويندوز، بحيث ان هي يبقى برده فيها، خصوصا الويندوز الكبيره دي كنا حابين ان احنا لان فيها ميول شويه، فكنت حابب ان انا يبقى في لايت يكون يعني كاني بعمل كحل كده للويندو. وبرضو اللي كانت في الدور الاول نفس الموضوع، وممكن الويندوز تبقى برضو فيها لايت. وطبعا الادج البسيط بتاع الروف بحيث ان الواحد يبقى درس الفيجن بتاعته بتاعت اللايت. وده كان تقريبا الفيجن بتاعتي انا كاركتكت بالنسبه لللايت. واللاندسكيب طبعا زي ما احنا شايفين اللي هي السمبل تريز دي، فده بيبقى اكسرسايز فوتوشوب اكسرسايز كده سريع بيتعمل علشان نبدا ان احنا ايه فيجواليز الموضوع هيبقى شكله عامل ازاي يعني. وبعد كده بيبدا يشتغل عليه حد سبيشالست لللايتنج، ونبدا نشوف هل الفيجن دي ينفع تتحقق ولا لا. والحمد لله يعني وصلنا لنسبه مثلا 90 95% نقدر نحققها. اللاندسكيب طبعا كان سمبل لاندسكيب، بس في نفس الوقت بحاول ارفلكت نفس الفيلينج بتاع الديزاين بتاع الفساد نفسها على اللاندسكيب برضو. الكورت يارد فيري سمبل لاندسكيب موجود، فكره ان اللي قاعد شغال يبقى جنبه في حاجه جرينري بتدي روح للمكان.
في نفس الوقت الروف حتى من فوق كمان عملنا كده على الايدجز بتاعت السكاي لايت، بعض اللاندسكيب تكون موجوده بحيث وانا واقف جوه جوه السبيس بتاع السكاي لايت اشوف برضو جرينري موجوده فوق. يعني كان امنيتنا ان احنا ناكتيفيت الروف بس للاسف ما حصلش يعني. وده حاليا ده الكرنت سيتويشن بتاعت البيلدينج، فاضل خلاص اخر دور وبعد كده الروف، وبعدين هنبدا نشتغل على الفينشز بتاعت البيلدينج. دي بعض الايمجز كده للبروجكت، هو سمبل بروجكت بس يعني الهدف منه ان الواحد كان يعني يوريكم الستوري بتاعته والفيجن بتاعت البروجكت، وازاي البروجكت اتحول كان رايح في دايركشن تاني، وستيب باي ستيب اخذنا الدايركشن نوعا ما يعني الواحد راضي شويه عن ال ده البوكيتس اللي هي انا البوكيتس دي مثلا كانت اكتر حاجه مقلقاني، كنت خايف تطلع صغيره شويه، بس الحمد لله يعني النهارده اطمنت ان السبيس محقق اللي الواحد عايزه زياده الحمد لله. دي كانت مرحله من مراحل الديتيل ديزاين، بس كنت بقعد كده برضو اقارن الوول سكشنز مع الاليفيشنز، هل محقق الديزاين اللي كان مطلوب ولا فيها مشاكل، طب في حاجه محتاجه تتعالج، طب التفصيله دي محتاجه نعالجها ازاي. فانا بالنسبه لي مرحله مراحل الكونسبت ده تشالنج في حد ذاته، لو عديت منه يبقى انت يعني 100 100. المراحل بقى اللي بعد الكونسبت دي بالنسبه لي خروج اي واحد بيشتغل ديزاين من المراحل دي هو بالنسبه لي هو موت للمشروع، انت بتموت المشروع بتاعك لو انت خرجت بره. لازم تكون موجود في البروجكت لان في حاجات محدش هيحسها ولا حد هيعرفها غير اللي كان شغال بايده على الديزاين. اللي داخل بعد كده ممكن يكون عنده فيجن تانية مختلفة، فبيبدأ المشروع ياخد دايركشنز بعيدة عن الواحد كان نفسه فيها للمشروع يعني. فعشان كده انا دايما بحب افضل في المشروع لغايه اخره، اولا بتعلم بستفاد، لو في خطا الواحد عمله بيستفاد منه وما بيكرروش في المشروع اللي بعديه، في ديسكشنز ممكن تحصل تكنيكال انت تستفاد منها، فليه لا يعني، ليه الواحد ما يبقاش موجود في فدي كده كانت اول اوبورتيونيتي واول رحله. اعتقد احنا عمر عندنا وقت نخش في الرحله اللي بعديها ولا؟ احنا مع حضرتك الفكر زي ما حضرتك تحب الله يكرمك ان شاء الله. المشروع اللي بعديه بقى ده مشروع يعني ليه كده معزة خاصة عندي، يعني يمكن لما نحكي قصته هتعرفوا ايه السبب يعني. المشروع دار عرب الصنع، في قرية عرب الصنع. قرية عرب الصنع هي قرية في مركز الصف محافظة الجيزة، تقريبا بتبعد عن القاهرة تقريبا حوالي 90 كيلو، وعن الجيزة تقريبا حاجة و80 كيلو يعني. يعني هحكي لكم معرفتي للقرية ازاي وتعرفت عليهم ازاي وعملنا المشروع ده ازاي، قصة كده ايه زي ما بيقول من تراجيدي تو هوب، يعني من مأساة لأمل. يعني يمكن اللي احنا شايفينهم دول اتنين من أهل القرية، وكانت الفكرة في الآخر الهدف الأساسي للمشروع ده كان إن احنا نعيد أحياء تاني موضوع الرورال كوميونيتيز مرة تانية. وكانت كنا حابين إن احنا نعمل كوميونيتي هاب يكون متكامل يخدم القرية، مش بس القرية دي، هو هيخدم المفروض القرية دي والثلاث قرى تانيين حواليهم. ده كان الهدف من المشروع من البداية. يمكن جيم كلاس كان قال ان الكونتري سايد از وير ذا راديكال تشينجز ار، ودي حاجه انا مقتنع بيها. يعني احنا لو ظبطنا القرى هنظبط حاجات كتير قوي، يعني مش شرط نروح نبني مدن جديده، واحنا بس لو ظبطنا القرى عندنا هنطلع منهم باحسن حاجه ممكن. بس هم محتاجين مننا كمعماريين كديسيجن ميكرز وكحكومه اهتمام شويه بس مش اكتر. المشروع نفسه القصة بتاعته كلها بدأت، يمكن ما فيش حد من الحاضرين يعرف دعاء مرجان، يا ريت ندعي لها كلنا بالرحمة. توفى الله يعني في سنة من السنين، وكانت مامتها هي الموجودة على الأكاونت بتاعها، وكانت بتبعت دايما للفريند ليست عندها. فأنا جات لي رسالة، كانت أول رسالة يمكن توصلني من دعاء، فكانت من والدتها أستاذة شيرين. هي كانت بتعمل أعمال خيرية للقرية، وكانت يعني اللي حابب يساعد في حاجة زي كده، وبدأ تعرفي على الأستاذة شيرين وعلى قرية عرب الصانع من خلال الموضوع. عشان كده دايما كل ما بفتكر أول ما بيجي في بالي مشروع عرب الصانع بدأ الدعاء على طول، لأن هي كانت الوصلة اللي في المشروع كله. فدي كانت بداية الانيشيشن نفسها. فمن ضمن الحاجات اللي كانت يعني بتعملها أستاذ شيرين كانت إن هي بتلم تبرعات عشان تبني المسجد اللي هو المصلى، والدور اللي فوق كان مشغل للسيدات.
فطبعا ربنا كرمها ومجهود جميل اللي عاملينه. وانا لما شفت المبنى صح المعماري اللي جوايا شويه، قلت طب احنا ليه، احنا كمعماريين ليه ما يبقاش لنا دور في حاجه زي كده؟ يعني ليه ما نبقاش جاهزين ان احنا، يعني ليه الموضوع يخش فيه من اول على طول يبنيه ويشتغل؟ ليه ما نعملش تصميم حلو بسيط وسيمبل، ويكون برضو في نفس الوقت ما يكونش مكلف، وفي نفس الوقت ونبقى راعينا حاجه كتير قوي ونطلع حاجه كويسه في الاخر. يعني ده كان الهدف اللي جه في بالي يعني. فكلمتها قلت لها لو جات لك حاجه زي كده بره تانية كلميني، واحنا يعني مكتبنا تحت امركم وان شاء الله نقدر باذن الله نعمل حاجه. فبعد كام شهر كلمتني وقالت لي في الارض اللي جنب المبنى ده، الارض البيج تشالنج بقى عباره عن 8 متر بالظبط في 22 متر، وفي امكانيه ان يتبني عليها مستوصف ممكن نطلع لغايه 5 ادوار يعني. فقلت له طب خلاص هسمع منكم وهننزل القريه ونسمع من اهل القريه احتياجاتهم ايه ونشوف ايه اللي ناقص للقريه. فعملنا فتره كده قعدنا فيها، كان آية نصر كانت معانا من مصر، من تيم مصر شغاله معانا، وكان التيم هنا في دبي، وكانت استاذه شيرين، وكان في استاذ احمد برضو ده كان من القريه ومسؤول عن المسجد فده كان التيم اللي كان شغال في البدايه، عمالين بنعمل ريسيرش ونشوف ايه اللي احتياج القريه ايه. واخدنا كده مرحله كويسه من الريسيرش الحمد لله. والريسيرش بقى شامل كل حاجه، شامل بقى احتياجاتهم كصحيه، محتاجين ايه، الحاجات اللي هم عايزينها. وكان في اتجاه ان احنا نعمل مستوصف ممكن يبقى فيه مثلا غرفه عمليات صغيره، وممكن يبقى فيه كذا في كذا. وبعدين بدانا ندخل، كلمت مكتب سيجنتشر وكراون هوم، هم طبعا يعني جزء من العيلة وجزء من الأصدقاء، واللي ماسكين المكتب كلهم حبايبي وأخواتي يعني. فقلت لهم عندنا كذا 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 ومحتاجين منكم سبورت معانا ولا علينا؟ قالوا لنا طبعا معاكم. فدخلوا وعملوا لنا سبورت كويس جدا، وعرفوني على حد في مصر دكتور هو ميديكال سبيشالست عشان ميديكال بلاننج، فكان عنده وجهة نظر بصراحة عكس كل اللي احنا توقعناه يعني. قال ما تعملوش حاجة بالشكل ده في قرية، اعملوا بس مجمع عيادات مش اكتر، والفلوس اللي هتصرفوها على غرفه العمليات ولا على الكلام ده كله اشتروا بيها عربيه اسعاف وحطوها جنب الكوميونتي اللي انتوا. قال هو عجبه، قال المشروع طموح جدا. دي كانت وجهه نظره. كنا اوريدي خلصنا بروبوزل، بس انا كنت حابب اسمع منه، لان مش عايز اعمل حاجه في الاخر يبقى فيها صرف فلوس ونبقى نضيع فلوس على الفاضي. طب ما هي ممكن نستفاد منها. فعجبتني الفكره اللي هو قالها، لان في مستشفى الصف تقريبا على بعد حوالي 5 أو 6 كيلو من القريه، بس طبعا ما فيش اي وسيله مواصلات توديهم لهناك، بس لو حصل اي حاجه طوارئ نقدر نحلها في القريه نفسها، وتقدر تخدم حوالي 3 قرى حواليها. فده كانت الهدف من المشروع نفسه. فانا بس بحاول اديكم فكره عن الـ القصه نفسها بتاع المشروع بدات ازاي لغايه ما بدانا نشتغل. دي يمكن استاذ شيرين كانت ساعدتهم ان هي بتعمل اسقف للبيوت، يعني عملت بصراحه مجهود جامد جدا في القريه، والواحد خلاص هو متعلق بالقريه دي بشكل ما. ولما جيت حتى اخترت اسم للمشروع سميته دار عرب الصناعي لاسباب كتيره يعني، لان انا ما كنتش حابب حد يعني كذا حد عرض عليا قال لي طب ما نعمله في مكان تاني. قلت لهم لا، ده هديه لعرب الصانع، لما نروح مكان تاني نبقى نعمل لهم الحاجه اللي تناسبهم يعني. فالمبنى بالنسبه لي كان كفانكشن وكاستخدام خدم القريه، بس كفيجوال مبنى فيجوال في القريه لا، كان محتاج ان هو يتبص عليه بشكل تاني. فده كان تشالنج تاني يعني. الارض اللي جنبها دي الارض بتاعتنا، وده طبعا المنطقه اللي حواليها منطقه زراعيه كلها. ودي كانت الرحلة اللي احنا خدناها في قرية عرب الصانع، من الموقف لغاية ما اخد التوك توك وطلعوا وصوروا، وعملنا كل الريسيرش اللي اتعمل، وستيب باي ستيب خلاص بدأنا نجمع كل المعلومات وبدأنا نشتغل على البروجكت. يمكن ده اللوكيشن بتاعها، مبين بعدها عن القاهرة وعن حلوان وعن الجيزة. ده شكل الكونتكست اللي هو موجود فيه. في نفس الوقت طبعا هي بتخدم الاهالي اللي موجوده وبتخدم القرى اللي حواليها، بس في نفس الوقت في تشالنجز موجوده وفي مشاكل موجوده لازم نبقى عارفينها. احنا عندنا الحمد لله كل 13 ثانيه ونص في مصر في طفل بيظهر، في واحد مصري جديد بيطلع يعني. فدي كلها تشالنجز لازم نوفر لها احتياجات، فخلاص هي موجوده ولازم نتعايش معاها. وفي جلوبال هيلث كرايسيس ان جنرال يعني، فيها مشاكل كتيره، مش بس بنتكلم على مصر، بنتكلم على الريجن كله، بنتكلم على العالم كله، في مشاكل على القاره كلها، قاره افريقيا كلها فيها مشاكل، مش يعني مش بنهايلايت مشاكل مصر بس. فدي كلها حاجات،
ودول بصراحة هم دول كانوا بوابة الأمل بالنسبة لي. يعني هي الضحكة اللي على السكرين دي هي دي اللي شجعتنا إن إحنا نكمل لغاية الآخر يعني. فهي الفكرة كلها كانت إن إحنا يعني to open a new window of hope للكوميونيتي. يعني كل ما تيجي فرصة إن إحنا نعمل لهم حاجة يبقى دي كانت صورة من أحد الصور من القرية نفسها. وبدأنا ننظم أفكارنا شوية بطريقة ما، بدأنا نشوف إيه المشاكل اللي موجودة نحطها بشكل كده منظم شوية. عندنا في طبعا اللو سوشيو وإيكونوميك، مشاكل اقتصادية ومشاكل كلنا عارفينها طبعا في القرى، موضوع مثلا الزواج المبكر بتاع الأطفال، اللاك أوف أويرنس دي حاجة أساسية، بور فاسيلتيز طبعا إن جنرال يعني، و حاجات الناس مقتنعة بيها بقى وعايشة معاها ومش عايزة تغيرها. فدي كلها محتاجة شغل، مش بس نبني مبنى، لأن الموضوع محتاج. يمكن ده برضو اللي عملناه في شلتينر، كان نفس الطريقة اللي فكرت فيها في شلتينر بنفس الطريقة، إن احنا نقسم المشاكل وبعدين نبدأ نشوف ايه الاوتلايننج السوشيو ايكونوميك سوليوشنز اللي احنا عايزين نشتغل عليها والهيلث امباكتس كمان يعني. فطبعا عندنا مشاكل تانية صحية موجودة، زي مثلا ارتفاع نسبة مثلا الوفيات، في برضو من المشاكل التانية يعني الرعاية الصحية مش متكاملة ومش موجودة، فأكيد عاملة مشاكل. ولما يبقى قرية كاملة ما فيهاش عيادة واحدة، فأكيد أكيد الموضوع محتاج إعادة نظر بشكل تاني يعني. وبدأنا نحط كم نقطة كده من النقط اللي احنا حابين ان احنا نشتغل عليها في البروجيكتس، وهنشوفها معانا بقى في الدايجرامز اللي جاية. دي كانت أحد المصانع اللي موجودة هناك في القرية، بس كانت بعيدة شوية عن السايت بتاعنا. كانت مصانع الطوب اللي اتقفلت هناك، فدي برضو اعتقد اثرت بشكل ما على اثرت على حاجتين يعني. هي اثرت على الديزاين بتاعنا، لان خلت كده في نوع شويه ايه، طب مصانع الطوب، طب خلينا نشوف المباني بتتنفذ ازاي، بتتعمل ازاي. وبدانا نحط ثلاث نقط: better collective outcomes, enhancement of community capacity, وstronger rural centers. دي الثلاث نقط اللي احنا كنا حابين نشتغل عليهم يعني. بدأنا نعمل بروجرام كامل تكملة للي بدأته أستاذة شيرين، بحيث إن احنا ليه ما يبقاش كوميونيتي كامل موجود، هو مش مجرد مصلى ومشغل، لا خلينا بقى نزود حاجات تانية نشوف ايه اللي ناقص ونعمله. ف لايبرري، كمبيوتر روم، وومن سكشن، تشيلدرن روم، تريننج هول، كل دي كلها حاجات ممكن مش بس في المشروع بتاعنا، ممكن القريه تبقى محتاجاها، بحيث ان احنا ممكن طبعا البطاله والنحو الاميه والكلام ده كله برضو من ضمن الحاجات اللي كنا حاطينها في اعتباراتنا. ففي الاخر هي بتتحط تحت بند اركتكتشر فور هيومانيتي. وبدانا الديزاين فيجن ان احنا يبقى عندنا كلايمت ريسبونسيف ديزاين، هيومن سنترد، سستينبل، كلتشر سنسيتيف، كوست افيشنت، وانكلوسيف. دي كانت الست نقط اللي حطيناهم كنقط نشتغل عليها للبروجكت ده. الصور اللي احنا شايفينها قدامنا دي، ده الكونتكست والاكزيستنج بيلدينجز اللي موجوده حوالين ده الاكزيستنج، ودي ده الكونتكست، دي الطريقه اللي بيبني بيها اهل القريه البيوت بتاعتها. فكانت فيها بصراحه انسبيريشن بالنسبه لنا، حتى لطريقه الفتحات اللي بيعملوها يعني كلها انا بالنسبه لي احنا وير ليرنينج فروم ذا كوميونتي نفسه. وده كان المبنى اللي اتعمل. حاليا طبعا احنا ان شاء الله بس لازم نخلص الموضوع ونرجع نبص تاني على السبيسز من جوه ونشوف ممكن تتعالج ازاي، خصوصا الناتشرال لايت يعني، انا شايف محتاج شويه يتظبط في السبيس اللي موجود. فده ده الوضع الحالي اللي موجود حاليا. والهدف كله في الاخر towards sustainable design يعني. دي كانت من الصور الحقيقه شدت انتباهي بشكل كبير يعني. اللايرز اوف ماتيرياليتي اللي موجوده فيها، يعني انا بتكلم في 1 2 3 4 ماتيريال، ودي اتكررت في اكتر من مره في اكتر من مبنى. فخلت الواحد يبدا يفكر كده بشكل ما، طب واي نوت يعني، ليه ما يكونش هو ده اذا كانت ماتيريال واحده منهم، او ناخد يعني انسبيريشن من اللي بيحصل هنا بطريقه ما يعني، بحيث ان الواحد لما يجي يشتغل ما يبقاش متناقض مع القريه. لقينا في بعض المباني فيها قرشات موجودة اتكررت برضو بشكل كتير يعني، الألوان برضو بتاعت المباني، الطوب الأحمر مستخدم بشكل كبير برضو. فزي ما احنا شايفين كده يمكن الطريقة اللي بيبنوا بيها كانت بالنسبة لنا فيها والسبيسز اللي موجودة طبعا اللي بتتعمل، البيوت نفسها فيها المصطبة طبعا اللي موجودة في الأول فيها، فكل الحاجات دي كلها بدأت بشكل ما تبني كده في الباك جراوند دايركشنز وأفكار. والصورة دي جت بدري شوية معلش، دي كانت أحد التجارب اللي كنا بنعملها على الفساد عشان الباترنز ونشوف شكل
شكلها هيبقى عامل ازاي ونعمل تيست عليها. فاشتريت الطوب اللي هو الصغير ده وبدأنا نبني الحاجات دي في المكتب بحيث ان احنا نحس بكل سبيس بنعمله يعني. دي اهل القريه زي ما احنا شايفينهم كده منورين عندنا في الشاشه، دول الكلاينتس بتوعنا. والماتيرياليتي كانت دي اللي احنا طلعنا بيها من الصور اللي فاتت، كونكلوجن يعني الكونكريت البريكس والبان ليفز والمد والخشب نفسه، دي تقريبا دي اغلب الماتيريالز المستخدمه في القريه يعني. وبدا بقى الرحله مع الكتابه والديزاين الاثنين مع بعض يعني. يمكن احنا بنشتغل الاثنين بارلل بحيث ان احنا بنبدا نكتب كل حاجه ونبدا تاني نرفلكت نشوف الكلام ده متحقق، ونبدا نحاول نترانسليت السبيسز والاكسبيرينس بتاعته ونحطه في تكست بحيث يبقى شغال هنا وهنا يعني. الناريتيف بيتكتب وفي نفس الوقت الديزاين بيتصمم. ودي كانت الـ يعني ان بارلل بقى شغالين في المكتب، وفي نفس الوقت التيم موجود بيصور وبيتناقش وبيطلع بشوية معلومات وبيشربوا شاي وبيتجمعوا مع أهل القرية. وبدأنا نفكر في فكرة للكوميونيتي بحيث ان هم ما يبقوش مبنيين سيبريت مفصولين عن بعض، ان احنا نعمل مبنى واحد وهنشوف الكلام ده كله اتحقق ازاي. دي مساحة الأرض الموجودة قدامنا، دي مساحة الأرضين مع بعض. النورث واخد الدايركشن هنا، وده الساوث الجزء الجديد اللي هو اللي فيه اغلب المبنى بتاعنا هيتبني تقريبا ناحيه الساوث. وفي عندي ريستريكشن موجود ان في 4 متر ما بين الارضين لازم يكونوا موجودين، ودي بدايه الحدود الارض اللي بعدي، لان الجزء اللي هنا ده في مدخل للوضوء بتاع الرجال، وفي مدخل من ورا لمصلى السيدات. وفي نفس الوقت كنا حابين نعمل فيه حاجه لان حسينا ان المسافه دي مش كفايه، بس ما اقدرش اضيع منها كتير لان هي عباره عن 8 متر، فاي حاجه هعملها هنا لازم تبقى كفانكشن، لازم تبقى واقعيه. ده المبنى الاكزيستنج اللي موجود، ودي دي الفانكشنز بتاعته، المين براير اريا، مصلى الرجال في الدور الارضي، مصلى السيدات في الدور اللي فوق جزء كبير تقريبا يمكن تلت او اكتر من تلت شويه، وبقيه الدور في بقى المشغل بتاع السيدات وغرفه صغيره كفصل كده للتعليم النحو الاميه وهكذا. فده كان بداية الموضوع. بدأنا نحط الـ8 متر في الـ22 متر، فحسينا ان احنا بنعمل مشكلة زيادة، بنخن المبنى اكتر، ولو طلعنا 5 أدوار هيبقى شكله عامل ازاي. فلأ، طب ايه اللي ممكن نعمله؟ فجت فكرة ان فضيت الجزء اللي في النص ده بحيث ان انا عملت كورت يارد في الجزء اللي هنا، قلت خليه كورت يارد بس في نفس الوقت هستغله ان انا هعمل فيه سلم يطلعني للدور اللي فوق على طول، لان مش قادر اعمل عشان الارض صغيره جدا، فمش قادر احط كل حاجه تبقى مدخل من هنا وادخل اعمل حركه. لا، انا عايز هنا يبقى عندي مدخل، فيه المدخل يعتبر زي مصطبه او ريسبشن، وبعد كده يجي بعديه الطوارئ، والدور ده يبقى للي عنده طوارئ دايركت يدخل فيه. بس بدايه من الدور اللي فوق بطلع بسلم من الكورت يارد وبطلع دايركت على العيادات، لان انا ببقى خلاص عارف ان انا جاي للدكتور الفلاني يوم كذا، فعارف ان انا رايح له دايركت. فببدا اعمل كنترول بوينت هنا في الدور الاول بحيث يبقى في نيرسري ستيشن هنا تقدر تدخلهم على الدكتور اللي عنده كشف اللي عنده كذا، لو طلع غلط بتنزله للدور اللي تحت. فحسيت ان السبيس ده ممكن نستغله ان هو يبقى فيه سيركيليشن، وفي نفس الوقت نوسعه شويه، بس مش في كل مش بارتفاع المبنى كله، بارتفاع الارضي والاول بس. وبعد كده بدل ما نطلع فوق، لا بدأنا طبعا عملنا شيكنا على المبنى الاستراكشر بتاعه، فاكتشفنا ان المبنى يشيل كمان دورين فوقي. فبدأنا نشتغل الدورين اللي فوق دول، بدأنا نشتغلهم بنفس طريقة اللايرنج بتاعت اللي احنا شفناها قبل كده. هنا كملنا المبنى هنا، وبداية من الدور ده بدأنا نطلع بحوائط حملة بحيث ان هو يقدر يشيل دور كامل ما فيهوش مشكلة، ويتحط عليه دور صغير فوق هنا ودور صغير فوق هنا. ده سيرفيس، وده كان في البداية معمول ان هو ريست هاوس، بس دلوقتي لان قلنا مثلا ممكن لو ده مثلا مبنى هيبقى فيه عمليات او حاجة زي كده، فممكن نعمل حاجة كده زي أوضة أو استراحة صغيرة، لو أي دكتور محتاج إن هو يبيت ولا في عملية أو أي حاجة يبقى عنده مكان يبيت فيه ما فيش مشكلة. وبعدين لما غيرنا الاستخدام بتاع العمليات، فخلينا المنطقة دي كلها بتخدم المصلى والمسجد، وتبقى فيها زي غرف تانية زيادة للورش وغرف للتعليم. والأوضة اللي فوق دي أوضة كده فيها spiritual connection كده، ممكن إن هم يطلعوا يتعلموا زي كأنها كتاب بالظبط، نفس فكرة الكتاب، بيبقى يعني حتى الفيلينج بتاعها جميل، فيها قاعدة بره، فتبقى مربوطة بالمسجد نفسه يعني. في نفس الوقت المبنى نفسه بيخدم قرى تانية والناس بتيجي مشي، فكان فكرة ان يكون في لاند مارك بسيط موجود
بحيث الناس تقدر تشوفه بسهولة وتقدر توصل له. فده كان برضو أحد الحاجات، وهنستخدمه في السلم اللي هيطلع برضو للأدوار اللي فوق. وده السلم تاني كان موجود هنا، فالسلم ده خلناه يطلع للدور الروف ويقدر يدخل برضو على السبيسز اللي فوق هنا، سواء بيدخل كده أو بيدخل كده. وبدأنا تو جيف باك مرة تانية للقرية اللي احنا خدناها كأراضي، ان احنا نبدأ ممكن تتعمل روف جاردنز وتتزرع، وتبقى حتى بتخدم المطبخ اللي فوق اللي بيخدم كل الكوميونيتي سنتر كله. هشغل فيديو سريع كده لان الطريقة الحقيقة اللي اشتغلنا بيها على الموضوع بعد ما بنينا، انا حسيت ان ممكن يكون في افكار تانية، فقلت طب ليه عملنا 3D print للكومبوننتس كلها زي الليجو بيسز كده، وبدأنا ان احنا يعني نفككها ما تبقاش مربوطه ببعض، بحيث يبقى في فلكسبيليتي، كاني بالظبط بعمل ليجو وابدا احرك السبيس اجيبه يمين. فممكن يمكن تكون في حاجه انا ما خدتش بالي منها واقدر اطلع منها باوبشن زياده، او ان انا لا طب ليه ده ما يطلعش هنا، ليه ما يجيش هنا. ففرقت معانا كتير الحقيقه في ديسيجنز كتير، ان قالنا اللاند مارك ده اتكنسل من هنا واتعمل هنا، واتعمل فيه ملقف هواء يقدر يدخل للمبنى نفسه اللي موجود. الكونكشنز اللي اتعملت بقى ما بين المبنيين اتعملت بطريقه بسيطه، بحيث ان يكون فيها قرش بسيط يقدر يدخلك كده سلولي ستيب باي ستيب على كورت يارد، وفي فرق ارتفاعات ما بين الاثنين، بحيث يبقى في حركه الهواء حتى تبقى مدروسه فيه وتبقى مظبوطه، وفي نفس الوقت دي حتى فيجوال كونكشن بشكل ما. المبنى اللي احنا شايفينه ده هو ده المبنى، الاوتلاين الاساسي ده هو المبنيين مع بعض، اللي احنا شايفينه ده هو ده الجراوند فلور، ودي ده السلم اللي اتعمل اللي هو في الكورت يارد. في اجزخانه موجوده هنا بتخدم طبعا بره، حطيناها بره بحيث ان هي تبقى كونكتد تخدم بره وجوه. ده الجزء المفتوح اللي هنشوف شكله عامل ازاي دلوقتي. الامرجنسي موجوده هنا فيها بالظبط سريرين تخدم اثنين يكونوا موجودين فيه، والجزء اللي ورا هيكون فيه غرفه اكس راي وخدماتها طبعا. وفي عملنا حساب ان يكون في اسانسير لا قدر الله لو في حد ما بيقدرش يتحرك ولا حاجه في الفيوتشر، يبقى الشافت موجود. والله جت فرصه ان احنا ننفذه، يكون اتعمل حسابه من دلوقتي يعني. وبعد كده الدور اللي بعديه يبدا العيادات تكون موجوده فيها، وبدانا نعمل الكونكشن اللي هي اللي ما بين المبنيين، عباره عن غرف برضو نقدر ان احنا نستخدمها. فربطنا المبنى القديم بالجديد بشكل ما، بحيث حتى يبقى في كونكشن ما بينهم. وبما ان احنا عندنا سلم هنا، السلم ده بيبدا من يعني انا بطلع السلم ده وبعد كده بطلع بقيه الادوار، فلازم يكون في سلم تاني علشان اللايف سيفتي والهروب والكلام ده كله. فربطنا المبنى القديم بالجديد وعملنا كوريدور ما بينهم، بحيث يبقى في سهوله ان انا يكون في عندي سكند ستيركيس عشان الدفاع المدني والابروفلز بتاعت المبنى. بس وبطلع فوق بعمل ستيب باك علشان ما يبانش المبنى بلكي وما يبانش عالي قوي. فعملنا ستيب باك، صغرنا شويه وخلينا منطقه السيرفيسز كلها هنا، فيها كيتشن بيخدم بيخدم كل الكوميونتي سنتر كله، وفي نفس الوقت في يقدروا يطلعوا في تشينج روم بسيطه هنا، في لاوندري عشان ممكن تغسل حاجه تتعمل، يبقى كله هو يعتبر يعني السيستم كله شغال مع بعضه يعني. في امكانيه لو قدرنا ان احنا نحط سولار بانلز، واي نوت، قلنا ممكن تستخدم لحاجه بسيطه مثلا لميه او حاجه زي كده، والجرين روف. فده في الاخر بقى هو ده الكوميونتي سنتر كامل مع بعضه، في كل الفانكشنز اللي احنا اتكلمنا فيها. دي احد الصور اللي ظهرت معانا في الرندر في البدايه. طبعا المبنى القديم بدانا ان احنا نعمل كلادنج ليه، بحيث ان هو ياخد نفس الفيلينج بتاع المبنى اللي موجود هنا، وبدأنا نزود الحيطه اللي قدام دي بحيث يبقى في ابروتش للموسك البلاي روم بشكل ما، بحيث الواحد يبدا يعني يبقى في نوع ما كده هيراركي في الدخول للمسجد يعني. والجزء اللي انا بدرسه حاليا بشوف ممكن ندخل لايت ازاي ليه، سواء بقى من الواجهه دي او الواجهه دي اللي لسه شغالين عليها. ودي احد الواجهات الثانيه. دي ده البلان اوضح شويه، مبين الجزء بتاع الكورت يارد والسلم، واستخدام المدخل الجانبي برضو من هنا للليفت على طول دايركت. وده المسجد المصلى، وده الجزء الخلفي، ودي دي منطقة الوضوء. الجري هو دايما الاكزيستنج، الجري الغامق ده هو المبنى الجديد، وده الربط ما بين المبنيين، وده الكورت يارد اللي اتفتح هنا. وبعدين الدور اللي فوقيه رجع تاني مره تانية عشان استخدم الارض كامله، ما ضيعش سبيس، فاقدر اعمل سبيسز اكتر، اقدر اعمل عيادات اكتر فيها، يبقى في منطقه ويتنج اريا. وربط بقى ما بين الزون ده والزون ده والزون هنا والزون هنا، والمنطقه لاندسكيب بسيطه بره. وبعد كده دي الاوضه اللي هي عملنا لها سلم تاني خارجي كده، يقدروا يطلعوا من السلم ده وياخدوا السلم هنا ويطلعوا فوق للاوضه اللي هنا. وفي مكان برده اوت دور موجود مع انا بعتبرها الكتاب بالنسبه لي، الاوضه اللي فوق دي.
ده سكشن مبين الاكسبيرينس بتاعت المبنى القديم والجديد اللي احنا شايفينه. ده المبنى القديم واللي راكب عليه ده هو ده المبنى الجديد هنا، ودي دي ده السبيس بتاع الكورت يارد وعلاقته بالمبنى هنا والمبنى ده، والرجوع تاني ان احنا خدنا الفول بلوت مره تانيه عشان ما نخسرش اريز. ده سكشن برضو باصص للمبنى الجديد اللي اتعمل. ده السلم بيطلعوا من السلم هنا دايركت، ولاندسكيب بسيط وقعدات هنا بحيث ان ممكن واحد يبقى مستني في الدور قاعد مستني بره مثلا، مش لازم يبقى قاعد مستني جوه. وفي نفس الوقت السبيس اللي انا بتحرك فيه ده، طبعا السبيس عملناه رامب عشان اقدر اطلع بسهوله لهنا وادخل للمبنى نفسه من هنا. دي كانت الشبابيك بتاعت انا كنت شايفها في الاول يعني مشكله، وبعدين قلت لا هنلاقي لها حل، فالحمد لله عرفنا نتعامل معاها كده. شبابيك الحمامات اللي كانت موجوده على المبنى الثاني، وده المدخل بتاع السيدات ومدخل الوضوء بتاع الرجال. دي الواجهه الاماميه، وده برضو احد الريندرز اللي نواف كان شغال معانا عليها، وكان برضو فيها الفيلنج بتاع اللايت نفسه بتاع سواء من جوه نفس اللي اتكلمنا عليه في المبنى اللي فات. وده بقى اكسبلوريشن كده للرحله اللي كنا مشينا بيها من البدايه، من بدايه الماسنج والديفلوبمنت بتاعت الماسنج لغايه ما بدانا ناخد قرارات شويه ونشتغل على المشروع اكتر. ده السبيس من جوه بتاع الكورت يارد نفسه. دي احد اللي انا كنت حابب اشوف السكيل من جوه البيوت هيبقى شكله عامل ازاي، هل هو تو ماتش ولا ممكن يتقبلوه شويه. فيعني كان احد الدراسات اللي يعني بحاول الواحد دايما حتى في اختياره للكاميرات في رندر ان هي تكون واقعيه، مش شرط ان يعني مش شرط اعمل رندر شكله حلو على قد ما انا يكون الرندر محقق لي فيجن معين انا عايز اوصل له وبيرد على اسئله بالنسبه لي يعني. ده يمكن السبيس الداخلي اللي هو الصوره اللي دايما بحطها في الاول، لان يعني انا بالنسبه لي هو ده روح المكان، هو ده زي ما كان الكورت يارد هو روح قنوات، هو الكورت يارد ده برضو هو اللي عمل الكونكشن ما بين المبنى القديم والجديد، وهو هو اللي يعني رجع الحياه مره تانية في المبنى. السبيسز بقى اللي هي اللي فوق استخدمناها كلها الويتنج اريا، بيبقى فيها يعني اكستنشن كده لبره ممكن الناس تخش تقعد، وحتى الفرنتشر حاجات سمبل وزير ونفس الروح بتاعت القريه نفسها والموجوده ما غيرناش فيها. دي كانت القعده الانتظار اللي بره بحيث ان اللي بيخش دايركت على طول هنا. طبعا الناس بتبقى جايه من المزارع، فكل ما السبيس يبقى الهواء الواحد بيخلل الحيطان كده ويخلي الهواء يخش من وسطها، بتخلي المكان نفسه فيه حياه كده يعني. فده كان السبيس يعني فضلنا ان هو يكون اوت دور اكتر ما يكون اندور، وفي تاني سبيس تاني صغير موجود جوه بحيث الناس بتستنى هنا، وبعد كده واحد واحد او اتنين اتنين يدخلوا لدورهم لو يقدر يستنى. دي احد العيادات اللي كانت اشتغلنا عليها برضو. في اغلب الحيطان حاولنا نسيبها على قد ما نقدر بنفس الفيلنج اللي بره. في طبعا في كان في اسئله كتير جت على يعني هل ينفع نسيب الحيطان طوب كده في مبنى عياده؟ فهي في ماتيريالز بتدهن الحيطان دي عشان تبقى انتي بكتيريال، وما يكونش في مشكله ان انا يكون السبيس نفسه ما يكونش يبقى في مشكله في الهايجين بتاعه يعني. بعض الويندوز زي ده مثلا ده هيتقفل بطوب زجاجي فده مش هستخدمه كتهويه، لان انا عندي التهويه اوريدي من هنا. ده هيبقى مصدر اضاءه ومصدر اضاءه للسكاي لايت لو هو في الدور اللي فوق برضو. دي السبيسز اللي هي تعتبر ويتنج ارياز سبب اوبن عشان تدخل هواء على قد ما نقدر، ونوفر تكييف والكلام ده كله، يبقى تكييف رباني وطبيعي موجود. والحمد لله المشروع كانت قدمناه في يعني سبب طبعا لتقديم المشاريع في المسابقات والحاجات دي عشان ياخد الكريدت بتاعه، عشان يعني لو محتاجين ان احنا نعمل بريشر شويه عشان ناخد موافقات نقول لهم طب ما يعني خلاص المشروع اهو. فالحمد لله كان تم اختياره في الشورت ليست في مهرجان العماره العالمي. ويمكن اللي انا هقوله دلوقتي المفروض ان انا ما اقولهوش، بس بما ان انتم موجودين معايا وسهرانين يبقى انا هديكم الخبر. الحمد لله كسبنا المسابقه، وكانت بمنافسه مع حوالي 17 مشروع تقريبا على مستوى يعني كل الدول تقريبا، والحمد لله تم اختيار المشروع، وكان الجوري الحمد لله كان مبسوط جدا من الابروتش ومن طريقه معالجه المبنى القديم والاضافات الجديده اللي اتعملت،
والحمد لله حطينا قرية عرب السنة على الخريطة العالمية الحمد لله يعني. ويا رب إن شاء الله يكون ليه دور في التأثير على اتخاذ القرار مرة تانية، ويرجعوا مرة تانية يدونا موافقة على المشروع يعني. المشروع حاليا ما زلنا منتظرين الموافقة بتاعته، أخدنا موافقات مبدئية وبعدين وقف شوية، وحاليا لسه برضو بنشوف المشروع هيوصل لإيه وتنتهي الرحلة مع عرب السنة يعني. عمر أنا كده خلصت رحلتين، تحب نوقف ولا انا مع أنت حضرتك. صاحب القرار؟ لا لا انا مع حضرتك هم علشان ما نطولش عليهم. زي ما حضرتك تحب. انا مع حضرتك، انا صار مع حضرتك طيب أنا أعدي على المشروع التاني، بإذن الله. اللي يتعب وعايز يخش ينام يكمل بقى، يكمل في الريكورد بقى يعني عشان ما نطولش عليهم. المشروع التالت هو رحلة تانية، opportunity تانية، كلاينت مختلف، بيته الخاص بتاعه، وفي حاجة طبعا هقدر احكيها وفي حاجات مش هقدر احكيها، لان في حاجات بتبقى خاصة شوية وما اقدرش ان انا يعني شرف المهنة ما يسمحليش ان انا اطلع الاسرار. فانا هتكلم على الاركتكتشر بصفة عامة، وهحاول ادي شوية تاتشات كده عشان ايه تقدروا تفهموا الرحلة نفسها مشيت عاملة ازاي. ده عبارة عن بيت كنا بنصممه هنا في دبي وزلنا شغالين عليه يعني، لسه ما خلصش، بس يعني من احنا كنا يعني كنت بحاول اختار تنوع شوية في المشاريع عشان نشوف الرحلة بتاعت كل مشروع ماشية عاملة ازاي. البيوت عامة، الحاجات اللي انا هعرضها دي كانت مشاريع كنت اشتغلت عليها قبل كده. المشروع ده اسلام كان عرضه قبل كده في احد المحاضرات، كان المبنى المجلس ده كان شغال على المبنى ده، وكان بيت كبير هو، يمكن من احنا في قطر، فده كان بيت في قطر بس مش هقول بتاع مين. وده المجلس، ده كان مبنى الضيوف برضه كنت انا شغال عليه، وده مشروع تاني برضه في اسبانيا. فالبيوت دايما بالنسبه لي ما فيهاش حاجه تبيكال، هو كل بيت مختلف عن التاني، ما ينفعش اعمل ستايل واحد واقعد امشيه على كل البيوت، ما مش هتنفع، لان كل واحد هيسكن في البيت. هو النهارده ممكن الراجل اللي انا بعمله البيت ده ممكن يكون عنده بيوت تانية هو بيملكها، والنهارده عايز يبقى البيت ده يبقى مودرن، البيت ده كلاسيك، البيت ده فاحنا بنحاول نقنعه بالاوقع ايه وبالصح ايه، وهو في الاخر هو صاحب الاختيار، هو اللي هيسكن وهو اللي هيلبس، مش هاكله حاجه ما هو مش حابب ياكلها، مش بس في نفس الوقت لازم يبقى اللي هو عايزه ده حاجه ريزنبل، ما تكونش حاجه نافيه للمبادئ الواحد وتكون بعيده عن مبادئه. ده كان بيت في اسبانيا برضو اللي كنت بشرح فيه. فهنا كنا بنحاول نبلند شويه الـ عشان ثانيه واحده هشرب ميه وهكمل. عفوا. فكانت الهدف من البيت ده ان احنا كنا بنحاول نضيف بيت جديد، بس ما كناش عايزين نعمل نفس المشكله اللي عملوها بقيه الاركتكتس اللي هنا، كنا حابين ان احنا نمشي مع الباين تريز او الشجر الصنوبر اللي موجود هناك، بحيث ان احنا نحس ان احنا كملنا الناتشر بتاع المكان. طبعا ده بيت مختلف وطبيعه مختلفه والكونتكست مختلف، ده يعتبر حتى عملنا فكره للكلاينت هنا ان هو ممكن البيت نفسه ممكن يفصله في الدور اللي فوق اللي يقدر يأجره البيتين، لو لان هو ده يعتبر حاجه زي سمر هاوس، فمش هيفضل عايش فيه طول حياته، هو ممكن يروحه اسبوع اسبوعين ممكن ما يروحوش خالص، فهو بيت موجود عنده ممكن يأجره، فقلنا ممكن يتقلب لبوتيك هوتيل في الفيوتشر. وخلصنا الفكره الحمد لله، واعتقد حاليا لسه شغالين في الماركتنج بتاعتها. اسبانيا مختلفه شويه فليها طريقه مختلفه في الشغل عن الطريقه اللي احنا متعودين عليها. ده كان بيت تاني، كان قصر كده حاجة 4000 متر، ده الكلاينت كان عايز حاجة كلاسيك فرنش كلاسيك، فاشتغلنا على الفرنش كلاسيك، بس ده مش هنقدر نشرحه كتير لأن هو كونفيدنشال شوية. ونفس الموضوع أربن سوشيال ديزاين تكنولوجي، فالفكرة إن كان نيو فيجن نيو أفورس، ده اللي كنا يعني إيه عند أس هوم. ويعني كنت بحاول، قعدنا البيوت بالذات بالنسبة لي الكونسيبت ديزاين بقسمه لأربع مراحل. المرحلة الأولى بتبقى مرحلة الانترفيو والكوستشنير، دي المرحلة اللي احنا بنبدأ نتعرف فيها على الكلاينت ونبدأ نفهم ايه الفيجن بتاعته، وبنبدأ نعمل انترفيو تقريبا لكل واحد من أفراد العيلة، احتياجاتهم عايزين ايه، كل واحد بيحب ايه، كل واحد ايه الألوان اللي ما بيحبهاش، ايه الحاجات لأنه ممكن تغير الدايركشن بتاعنا تماما عن الديزاين اللي احنا عايزين نعمله. ممكن يكون في احد مثلا الولاد مثلا يكون بيحب حاجه معينه، فهي دي اوضته، دي الاوضه اللي هيعيش فيها والمكان اللي هيعيش فيه، فليه ما تكونش موجوده يعني، ليه ناذيه لبقيه حياته يعني، هو هيتربى في البيت ده وهيعيش فيه لفتره طويله،
فيستحسن ان احنا نعمل انترفيوز على قد ما. فالمرحله دي بالنسبه لي بتاخد وقت شويه عشان بقعد الم فيها انفورميشن، وعلى حسب سرعه طبعا الكلاينت الموضوع بيبقى بالنسبه لي ما بيبقاش فيها مشكله، بقدر بسهوله ان انا الم الداتا، بس اهم حاجه الداتا تبقى متوفره. في نفس الوقت بنبدا نشوف برضو العيله وتاريخ العيله والعيله منين وعاشوا فين قبل كده، طب الاصول الروتس نفسها جايه منين، طب هل ممكن الكلام ده يرفلكت بطريقه ما على البيت وعلى طبيعته وعلى شكله ولا لا. السبيرشوال كونكشن دي مع يعني انا بالنسبه لي دي مهمه جدا، البرايفت سبيس والكومفورت زون ده حاجه مهمه جدا. البيت هو الملاذ اللي الواحد بيرجع له، الواحد بيخلص شغله وبعدين يرجع البيت كده ايه يقول ايه هو ده البيت اللي انا برتاح فيه، المكان اللي انا برتاح فيه. ففي فرق كبير قوي ما بين اللي هنتكلم عليها الهوم والهاوس يعني. في نفس الوقت برضو نفس الابروتش اللي كنت بتكلم فيه، ان احنا بنحاول نكون دايما كونتكستوال دريفن ابروتش، بنحاول نشوف الايدنتيتي الكالر باليت اللي هنشتغل فيها، اذا كان في فيوز معينه محتاجين ان احنا نركز عليها، اذا كان في مثلا ممكن تاتش معين ممكن يكون عربي تاتش ممكن يكون في حسب المكان طبعا اللي موجود فيه. فالبيت ده كان قريب جدا لبرج العرب في المنطقة بتاعتها، طبعا هو ما بيشوفش البحر، بس لأي حد عايش في دبي أو زار دبي أول ما بتشوف برج العرب بتبدأ أوتوماتيك كده تحس إن أنت قربت من البحر. هو يعني الواحد أوتوماتيك كده شاف برج العرب أنا عارف إن المياه قربت خلاص. فالحتة دي مهمة قوي كان بالنسبة لي والبرضو الكلام كان حابب إن هو يعني يركز على الفيو بتاع برج العرب. وده كان اول سكتش اتعمل او اول دايجرام اتعمل. زي ما قلت احنا دايما بنأخر القرارات للاخر يعني. فقبل ما نبدا نشتغل على التصميم خلاص قلت لهم في المكتب، قلت لهم انا عايز دايجرام يكون بيديني اللاير اوف ذا سيتي شكلها عامل ازاي، خلينا نشوف الكالر باليت بتاعت البحر عامله ازاي، الزون اللي فيه الفيلا اللي موجوده فيه ايه الكالر باليت بتاع الكونتكست موجود حواليها، وبعد كده في شارع الشيخ زايد فاصل ما بين المنطقه السكنيه دي والبرج العرب والبحر، وبعد كده بتبدا تشوف بقى ايه مدينه ثانيه خالص بارتفاعات ثانيه، حاجه كده ايه يعني تناقض رهيب ما بين الارتفاعات وال مور كولد شويه مور. فانا بالنسبه لي مهم بالنسبه لي ان انا اعمل تريسنج لللايرز دي عشان افهم انا ببني فين يعني. فده كان مهم جدا بالنسبه لي الدايجرام ده علشان يفضل موجود قدامنا طول الوقت نبدا شغالين عليه وما ننساش الحته بتاعت الكالرز والفيلينج بتاع كل سبيس عامل ازاي. في نفس الوقت في ايدنتيتي وكاركتر الكلاينت، يمكن في ناس قالت لي انت بتعمل بيت في دبي وده الصور دي من اليمن، هو الكلاينت بتاعنا اصولهم يمنيه فده كان السبب من الاسباب يعني. الكالرز طبعا الباترنز الاورنمنتس الامبريسنج الفيو برضو دي من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها. يكون الاتموسفير نفسه يكون تبقى مرتاح له وانت قاعد فيه يعني، حتى لو بعمل حاجه كونتمبري كلاسيك وات ايفر الستايل ايه، بس يكون السبيس كده يكون فيه اليجنت سوفيستيكيتد اتموسفير كده ابقى قاعد فيه وانا مبسوط ما بقاش متضايق منه. اول بالنسبه لي شابتر هو الديزاين مانيفيستو، ده اللي بيبدا يطلع مش بس مني، بيبدا يطلع مني ومن الكلاينت، ما ينفعش يبقى مني لوحدي. فببدا اعمل احط اكتب من طبعا من الانترفيوز اللي بنعملها دي، ببدا اكتب كل البوينتس اللي انا عايز اوصل لها. طب والله السبيس ده ويلكمينج، السبيس ده بويتك سبيس، اوبنس، بول، جيست، جاذرينج سبيس، كواليتي اوف سبيس، كورت ياردز، سبورتس جيم، ماتيرياليتي، سايلنس، وبديهم اللوحه دي بقول لهم شخبطوا عليها كلكم وكل واحد يكتب اللي عنده علشان هي دي اللي هنكمل بيها. لغايه دلوقتي ما حدش كتب عليها حاجه يعني، مش بس في المشروع ده، في كل المشاريع اللي بعملها يعني. دايما لما بعمل البيت انا من الترجمه الحاجات اللي باخدها منه بكتبها، في ناس بتتفاعل وفي ناس ما بتتفاعلش، بس الاغلبيه للاسف ما بتكتبش حاجه يعني، بتقول كمل انت يعني اللي انت كاتبه ده كويس وهو ده اللي احنا عايزينه. بس طبعا لما بيبقى فيه بتفرق كتير يعني، لما الواحد بيبدا فواحده واحده بنحاول ندخلهم معانا في المود. نفس الوقت الهاوس والهوم في فرق كبير قوي ما بينهم. الهاوس ده عباره عن سمبل ستراكشر كده، فيزيكال ستراكشر موجود ممكن اروح اجره، ممكن مكان اجره انا مش، وبعد كده تبدا تضيف انت فيه احساسك والروح بتاعتك فده بيبقى هو ده الهوم بقى، هو ده المكان اللي اقدر اقول عليه هوم يعني. فهو هو الهوم ان فاكت اتس ا فيلينج نوت جاست ا بليس يعني، ولازم يتحس فيه في البلونجينج وتحس فيه ان انت مكان تقدر ترجع له، وفي نفس الوقت انت هتعيش فيه فتره طويله فلازم يكون تايمليس بشكل ما
يعني يقدر ان هو النهارده ما تحسش ان هو بيقدم عليك، يعني ما تحسش ان انا مثلا كمان سنتين ثلاثه ايه ده مش ده اللي انا كنت عايزه، انا كنت عايز حاجه ينفع اعيش فيها انا والولاد لغايه يعني لما نكبر. وفي نفس الوقت برضو موضوع البوست بانداميك ده مهم قوي، لان احنا اتعذبنا بصراحه في البيوت بسبب البوست بانداميك، وشفنا مشاكلها عامله ازاي، وشفنا احنا كمعماريين اذينا الناس بشكل عامل ازاي في البيوت اللي صممناها لهم، سواء كانت فيلل او شقق او اوض حتى او استوديو. يعني الناس اتحبست، في ناس جالها حصل لها مشاكل نفسيه يعني. فبالنسبه لي موضوع ان هو يكون السبيس ويلكمينج، يكون كومفورت، سكيورتي، هابينس، برايفسي، سايلنس، بيوتي، يونيك، سستينبل، كل ده في الاخر بيترجم في كريت سنس اوف بلونجينج. فلازم نحاول نوفر الحاجات دي، مش شرط ان انا اكون بعمل بيت غالي ولا لا، ممكن اكون بعمل حاجات بسيطه بس اكون بحقق فيها كل اللكجري فيلينج دي. يعني 360 ديليفري بقى في اكسترنال فورم، احنا شغالين انسايد اوت، والفساد واللاندسكيب واللايتنج والكورت يارد والسويمنج بول والجرين اريا. فببص على الموضوع كله 360 من كل الجهات. الفيلل عمرها ما كانت 4 وجات، الفيلل ومش عايز اقول 5 وجات لو هحسب الروف كمان. لا هي بتبقى كتير قوي يعني انا بالنسبه لي البيت لوحده انا كاني شغال في ريزورت صغير، ميني ريزورت صغير كده، ايه عمال بقسم فيه، وبيتقسم لمشاريع جوه المشروع الصغير ده. الفنس لوحده ده مشروع، يعني لما باجي اعمل السور بتاع البيت ده لوحده مشروع، يعني عشان ما اذيش اللي ماشي بره وما اذيش اللي قاعد جوه. الباركينج ودخله العربيه وهتعامل ازاي مع البيت ده لوحده قصه تانيه. البيت بقى والكورت يارد لو هيبقى متواجد، اللاندسكيب، البول، لو في مثلا منطقه للجست ومنطقه للفاميلي، البرايفسي، منطقه السيرفيس نفسها ممكن تبقى حاجات بسيطه بس تبقى السيرفيس انت محتاج ان انت تشوف حتى تتعامل معاها ازاي. يعني منطقه المطبخ، هل البيت ده هيكون فيه خدم ولا ما فيهمش، هل فيه سواق هل ما فيش، طب هفصل الرجاله، قصص ما بين الفرونت اوف هاوس باك اوف هاوس وبرايفسي. حتى لو البيت صغير، حتى لو بعمل البيت عباره عن 300 متر او 600 متر، نفس المشاكل اللي بتبقى موجوده فيها. وبالعكس كل ما البيت بيصغر كل ما بيصعب اكتر. يعني الكونتكست اندرستاندنج هو البيت ده مكانه، فلازم بنشوف برضو علاقته ايه بالمدينه نفسها، وستيب باي ستيب نبدا ندخل وبعد كده لغايه ما نوصل للمجاوره السكنيه اللي موجود فيها والامينيتيز اللي موجوده حواليها، ونبدا نشوف الديستنس نفسها كووكينج وكدرايفنج الناس هتقدر توصل لها ازاي، سواء رحتها بالعربيه او رحت لها مشي. طب ايه ده، طب البحر قريب، طب ايه ده، طب انا عندي حاجه قريبه هنا، طب هل ممكن البيت ده يغير المنطقه اللي فيها ولا لا، ودي يعني هنتكلم فيها. دي الفيوز اللي احنا شايفينها، ده بدايه اول دايجرام تقريبا بنشتغل عليه، اللي هو خلينا نفهم الكونتكست ونحلل الموقع ونشوف ايه اللي موجود حوالينا. فالاكسسبيليتي عامله ازاي، جنبي هنا في سوبر ماركت، ورايا في كذا، في ريستريكشن في الهايت، اذا ده في ارضين فاضيين هنا جنبي بس احتمال حد يبني عليهم، فدايما بحط الورست كيس سيناريو اللي هيبني عليهم حاجه شكلها عامل ازاي. قدامي واحد مثلا هنا عمل غابه، زرع غابه، طب ما هو قافل عليا الفيو، طب اعمل فيها ايه، طب هل ممكن اشوف الفيو بشكل تاني، وابدا بقى ايه في رحله كده ونشوف الموضوع شكله عامل ازاي. في نفس الوقت ببدأ أشوف الفيجن بتاعت المدينة نفسها ناوية تعمل إيه. فكان في فيجن إن دبي بتحاول إن هي الفيجن الجاية يعني الـ يعني public spaces for citizen use، يعني ده كان الهدف كله. ورجعت طبعا ربطتها ببرشلونة والبرشلونة عملته، وإزاي إن ممكن حاجة زي كده تتحقق، فقلنا طب ما ده ممكن يبقى opportunity تانية، يعني ممكن بعد ما نخلص البيت ده نبدأ نشتغل على الأربن سبيس بتاع المنطقة دي، ونعتبرها دي كأنها سوبر بلوك موجود نحقق فيه كل الخدمات وكل الحاجات المطلوبة، وبعدين نرجع نشوف الموضوع. يعني يبقى أنا بس مش رحت صممت بيت، أنا صممت بيت وعملت ريفليكشن على الجزء اللي حواليه، واحتمال ده يتعدي يعدي اللي جنبه يعدي اللي جنبه، فنبدأ إن إحنا الموضوع يعني نبدأ نفكس المنظر اللي إحنا شايفينه ده. فده كان أحد الأهداف يعني وإحنا شغالين في البداية. عشان كده الواحد بيحاول يتجرد دايما من الافكار كلها، ويبدا يشوف الموضوع كده اوفر اول، ويبدا ما بين المايكرو والماكرو يبدا يعمل كده ايه يعني رحله ما بين الاثنين لغايه ما يوصل للبيست ديسيجن. يعني في نفس الوقت موضوع الفيوز ده مش بس بنعمله ديجيتال، احنا بنروح نزور المكان ونبدا نشوف، طب لو انا وقفت هنا هشوف فيو عامل ازاي، فانا الاقي مثلا نفسي واقف هنا على ارتفاع مثلا ده، فده اللي انا هقدر اشوفه، ولو وقفت هنا هشوف الجزء ده، يبقى انا بدات اشوف جليمز البرج العرب موجود هنا، ولو وقفت هنا انا مش هشوف غير الانتنه بتاعت برج العرب، بس من الدور الارضي مش هشوف حاجه، بس من الدور اللي فوق هبدا اشوف حاجات اكتر شويه. يبقى الارضي الاول مختلف،
فالواحد بيبدا يترانسفورم كل الحاجات دي انتو ديجيتال موديل، عشان لما احنا شغالين يبقى كل شباك بحطه انا دارس احطه فين، والفيو اللي هفتحه لايه بالظبط، وابدا اشوف برضو الفيوز دي على الواقع بقى، هل انا راسم فعلا الموديل صح ولا احنا راسمين موديل لاي كلام. فطبعا بنجيب داتا، في حاجات بنقدر نجيبها، في حاجات بنحاول على قد ما نقدر من الزياره دي بنحاول نحققها. فزي ما احنا شايفين كده، دي تقريبا المنطقه الفيو اللي احنا حاسين ان ممكن يبقى فيه فريم كده ظريف، مش عشان برج العرب، مش فارق معايا برج العرب، انا فارق معايا فكره ان انا اكون عندي كونكشن بالميه. فاول ما بشوف الغروب وبشوف البرج بعرف ان في حاجه جميله بتحصل في الحته دي، فبتدي راحه نفسيه شويه ومن الناحيه الثانيه بشوف جزء من البرج نفسه، فبرضه ستيل الكونكشن موجود. طبعا الاخ اللي باني الفيلا ده عمل غابه ما زالت كويسه حلوه، مديه نايس فيلينج للجرينري، فحاجه ظريفه يعني. الارض اللي جنبها دي مش هتتبني يعني، المفروض انها هتفضل زي ما هي. دي صوره كده اوفر اول مبينه السبيس نفسه وايه اللي موجود حواليه وايه اللي هيفضل مفتوح وايه اللي هيفضل مقفول، فعشان الواحد ما يبقاش شغال على فيجن وفي الاخر يلاقي في مباني بتتبني بتقفل كل اللي هو بيعمله يعني. فلازم الواحد يخلي باله برده من الحاجات دي. دي صور كده بالدرون اخذتها سريعا عشان برضو ناخد يعني فكرة عن ايه اللي بيحصل بقى في الرياليتي، عشان ما يبقاش المودلز بس اللي احنا رسمناها ديجيتال، الواحد برضو يبدأ يشوف الرياليتي شكله عامل ازاي. طبعا الواحد لما بيطلع فوق بيبدأ شوية يزعل يعني، يقول طب ليه كده يعني، ليه كده وليه كده وليه كده وليه كده وليه كده، يعني كان ممكن المنظر من فوق كان يبقى افضل من كده بكتير يعني. فعشان كده ده تشالنج بالنسبة لنا حاليا، ان احنا نبدأ نشتغل على الزون ده ونشوف ازاي نقدر ان احنا يعني نرجع شوية فاليوز تاني للمنطقة يعني. ربنا يسهل كده ويعيننا ونعرف نعملها. في نفس الوقت برضو بنشتغل على السولرز، ونبدأ نشوف السولار باس، ونبدأ نشوف الريفلكشن على الموضوع هيبقى شكله عامل ازاي، عشان القرارات اللي تتاخد تبقى قرارات مظبوطة، ونشوف الشادو سواء كان في الشتاء او في الصيف او في السبرينج او في الفول. ورحله بقى دي بتبقى رحله كده مع التيم، بننزل وبنلف يعني اخذنا تقريبا يمكن انا زرت المكان يمكن لا اقل عن 6 مرات لغايه دلوقتي، وكل ما بنعمل حاجه برجع تاني ازور واقف في المكان واشوف هل هو ده اللي احنا فعلا عملناه، ده هو ده الرايت ديسيجن، هو ده القرار الصح، ولا كان في قرار تاني او احسن من كده ممكن يتاخد. اللي احنا شايفينهم دول، دي مجموعه فلل حوالين الارض يعتبروا من افضل الفيلا اللي كانت موجوده، الباقي كله كانت حاجات تقليديه، بس دول الحاجات اللي هم كانوا يعتبروا مميزين شويه. فاغلب الدايركشن اللي رايح هناك كله رايح دايركشن كونتمبري، بس ما فيهوش يمكن واحد منهم او اثنين اللي فيهم شويه تاتش كده الواحد يقدر يقول ايه اتس كونتكتشوال يعني، الباقي شويه اوت شويه. فبنبدا نمسك واحد واحد منهم ونبدا نشوف الماتيرياليتي بتاعتهم يعني كنوع من انواع الريسيرش والاناليسيز اللي عملناها. في مثلا الفيلا دي مثلا معروفه جدا، ساوتا اللي عاملينها، مكتب معروف. انا يمكن كان جات لي فرصه ان انا احضر كذا ميتنج معاهم على الفيلا دي، فعارف تصميمها عامل ازاي من جوه، وعارف ال الفانكشن اللي موجود جوه شكله عامل ازاي ومساحتها عامل ازاي. دي كانت فيلا تانية برضو قريبه ليها، دي فيلا ثالثه. الماتيريال ساعتها يعني كمجرد بس كده ايه، الواحد بيدوكيومنت ايه اللي موجود، علشان بنقول طب احنا عايزين نعمل حاجه في نفس الوقت مش عايزين نخرج بره السياق تماما. بس طبعا كل واحد شغال في وادي، فالواحد لازم يبقى يعني على قد ما يقدر ما يبوظش ما يضيفش حاجه تبوظ المكان اكتر ما هو. وبعد كده المنطقه الستيج اللي بعد كده او الشابتر اللي بعد كده انا بسميه ذا دريم وسيتنج ذا ستيج، ده الوقت اللي بنبدا نشتغل فيه على البروجرام وعلى الكلاينت عايز ايه، ايه بقى اللي انت عايزه للمشروع بتاعك. فانا من ضمن الريسيرش اللي احنا بنعمله على الريزيدنشال، لما بيجي لنا مشاريع ريزيدنشال اغلبها بتبقى دايما هاي اند، فلازم دايما نبقى عارفين ايه الترند اللي ماشي حاليا في كل حاجه. فبالنسبه لنا لخصناهم كده في كذا نقطه، في 5 نقط: الهوسبيتاليتي، connection to nature, sense of curiosity, والsmart living والopenness. دول ال5 حاجات اللي انا بالنسبه لي هم الكي لاي سكسسفل هوم يعني. ف هوسبيتاليتي، ايه المقصود بالهوسبيتاليتي؟ انا زي ما قلت لكم في الاول، انا بتعامل دايما مع البيوت كاني بعمل ريزورت. ريزورت ده في جيست ممكن يجي يزورني،
في ناس هتيجي ممكن يعني جست هيجي يبقى عنده زون بتاعه عايز افصله لوحده، انا كصاحب المكان ممكن اكون خلاص قاعد فتره كبيره في المكان ده، في نفس الوقت في عندي كيتشن، في عندي ممكن يكون في عندي ويلنس زون كده صغير، جيم صغير مع سبا مع حاجه تخدم اهل البيت، في نفس الوقت ممكن يكون عندي منطقه مثلا للميد للدرايفر وعايز يتفصلوا عن بعض بطريقه ما. فكل الفكر كله بتاع الموضوع كله لازم يبقى الواحد مراعي فيه، ممكن يكون في سبيسز بسيطة وسيمبل معمولة بشكل ما تخدم كورت يارد سيمبل، هنا بوكيتس، هنا جرين بوكيت، هنا الحاجات دي كلها. هي دي ده الابروتش اللي انا شايفه يناسب الفلل. موضوع الكالمنج لاند سكيب ده مهم، مور وذ ليس طبعا، اليجنت كونتمبري وتايمليس ديزاين، برايفسي، ليفينج وذ نيتشر، هيومن ريكونكشن، فكرة بقى الكونكشن وذ نيتشر دي مهمة قوي، فكرة ان انا ابقى السبيسز اللي حواليا كلها مريحة، من اوضه النوم انا مرتاح، من الليفنج انا مرتاح، من الريسبشن انا مرتاح، ما يبقاش عندي حاجه بتضايقني وانا شغال. سكرينز، موضوع السنس اوف كيوريوسيتي ده انا بعتمد عليه في الديزاين، ان انا ما احرقش الفكره كلها اول ما بفتح الباب. يعني ما ينفعش افتح باب لو في مثلا سور من بره، طبعا الاغلب بيحط اسوار يعني، فالسور نفسه ممكن يبقى فيه جليمز بسيط كده بيوريني حاجه، بس في نفس الوقت ايه برضه بيدي برايفسي للبيت. ولو الباب اتفتح ودخلت الفيلا ما بقاش انا شفت الفيلا كلها جميله قوي يلا سلام عليكم، لا هو في تشويق كده ايه اللي هو طب تعالى، طب تعالى خد الستيب اللي بعديها، ايه ده كل ما بيخش ستيب بيلاقي حاجه مختلفه. فالحاجات دي كلها ممكن تتراعى بسكرينز، بنيشز، بانجيجمنت مع المكان نفسه ستيب باي ستيب، بحيث ان انت يبقى ايه ما بتحرقش الافكار كلها مره واحده. سمارت ليفنج طبعا، لو فتحنا باب السمارت ليفنج مش هنخلص منه، بس هي وصلت لدرجه ان الدولاب ممكن يقول لك الهدوم دي ما اعرفش بقى بيعرفها منين، من الريحه ولا ايه بالظبط مش عارف، بس ممكن يبقى في حاجه من الحاجات اللي ممكن الميرور نفسها بتاعت الحمام مثلا وانت داخل تغسل وشك تدي لك كده ايه سلايدز كده على النيوز وايه اللي ممكن يعني اللي انت عايز تعرفه يعني. فده مش كل الناس بتحبه عشان كده، بس هو جزء لازم الواحد حتى عشان لو الواحد ما يعرفوش يبقى يعني. في ناس مثلا كلمتها فيها قالوا لي طب بص احنا مش عايزين نعمله، بس عايزين نعمل حسابنا ان احنا على الاقل الانفراستراكشر بتاعت البيت تبقى تقدر في المستقبل ان هي نقدر نعمل ابجريد لحاجه زي كده. فدي دي كلها لازم الواحد يعني من امانه المهنه يعني ان هو يقولها علشان الناس ما تصرفش فلوس بعد كده على الفاضي. سنس اوف لايت كان حاجه مهمه جدا، سنس اوف لايت مش شرط يكون ارتفيشال، ده بالعكس ده هو الاغلبيه ان هو يكون ناتشرال. الحمام نفسه ما فيش مانع ان انا اكون بدخل له نور ربنا، ومش لازم يبقى يعني مش لازم يبقى شباك في الوش يعني، ممكن تكون سمبل سكاي لايتس بسيطه بجرينري بسيط موجود يخلي الواحد يعني مرتاح نفسيا يعني، هو اسمه بيت الراحه يعني، فالواحد ممكن يرتاح يعني. في نفس الوقت الموضوع الكورت يارد ممكن يظبط حاجات كتير قوي. وبرضه مفيش مانع ان الارتفيشال لايت نفسه دلوقتي كل اللايتس كلها ممكن بابلكيشن بتقدر ان انت تظبط المود والكالر وتخليه وورم شويه، تخليه عندك النهارده جو رومانسي، عندك جو حفلات ناس جايه تزورك، خطوبه، فرح، اي حاجه، فتقدر ان انت تهيئ البيت نفسه للحدث بتاعه. الكيتشن نفس القصه، سمارت هوم نفس الموضوع، كرييتنج اند كونكتنج سبيسز برضو بعد البانديميك، موضوع السبيسز ده وخصوصا السبيس مثلا ممكن تلاقي فيه سبيس في الصيف غير في الشتاء، الولاد محتاجين يذاكروا بس في الصيف محتاجين يلعبوا يعني، فلازم الواحد يبقى عنده فلكسبيليتي شويه في السبيسز، ودي ممكن بيبقى عن طريق ان انا بعمل مثلا دورز وممكن اكونكت برضو جوه بره يعني، الفلكسبيليتي ممكن تكون اندور واوت دور، مش شرط تكون اندور بس، زي ما احنا شايفين الصوره دي مثلا هو فجاه بيترانسفورم السبيس حاجة تانية. فكلها حاجات ممكن تعمل، ونفس الموضوع سكتشز وتكست وكتابات وستيتلي هوم اوف ذا هارت، ده كان الستيتمنت الأساسية بالنسبة لنا، والبيت نفسه هو اتس بليس وير ثوتس اند ايموشنز ار كرييتد وذين يور اتس فور وولز، يعني الاربع حيطان بتوعك دول هم دول اللي بيحصل فيهم الايموشنز والثوتس بتاعتك كلها. ف ده كان الابروتش لما لان دايما لما انا ما بحبش الكلاينت يجي واقعد اوري له كتالوج فيه بص البلان ده حرف ال البلان ده كذا، لا هو في ابروتش معين، فانا ممكن اروح للابروتش مونوليثيك ابروتش، ممكن اسبلت زي ما عملنا مثلا في بتاعت اسبانيا، عملنا سبلت للبيت اللي عباره عن
two zones وكونكتد مع بعض من الجراوند فلور، ممكن يكون في يعني اوردر بريكس بشكل ما، بحيث ان هو يطلع لي كورت يارد وبريكس حسب طبيعتهم وحسب هم محتاجين ايه. ممكن اكسر اكتر، ممكن اروح لسمبل ال شيب، ممكن اروح لتي، ممكن اروح ليو، ممكن اي الاشكال نفسها انليمتد ومش هنخلص منها. فهي انا ما بحبش ابدا من الشكل هيبقى شكله عامل ازاي، بحب ابدا الاول ستوري ستيب باي ستيب، انتوا احتياجاتكم ايه وانتوا عايزين ايه وانتوا مين والريفلكشن بتاعتكم على البيت ده هيبقى عامل ازاي. الاوفر والفيجن انا عندي ثلاث ادوار، فالثلاث ادوار دول ارضي واول وروف مساحتهم كذا في كذا في كذا. السبيس بتاع الجراوند ده ممكن يبقى فيه كذا طريقه اتعامل بيه معاها، ممكن يبقى فيه سانكن شويه، بعض السبيسز انزل كده واعمل سانكن سيت وانزل ب 2 3 ستبس مثلا، او ممكن اعمل حاجه اليفيتد، ممكن اعمل دبل هايت، ممكن اطلع في الدور اللي فوق اعمل برده دبل هايت او سنجل، ممكن اخد حاجه تريبل هايت فول هايت. فالفلكسبيليتي نفسها بتاعه السبيس اتس انليميتد، انت ممكن تعمل فيها كل اللي انت عايزه، اهم حاجه ان يكون في كونكشن ما بين الحاجات وما بين بعض. الزونينج نفسه في الجزء اللي هو البرايفسي، والجزء اللي فيه الجاذرينج والكوميونال سبيسز والجستس والكوكينج، جزء فيه النوم، جزء فيه السبورتس، جزء فيه اللاندسكيب والجاردنينج والليفينج والهيومن ريكونكشن. فهي عباره عن مجموعه زونز كده انت بتحطهم بطريقه ما لما بتسمع للكلاينت وتشوفهم احتياجاتهم ايه. البروجرام برضو من الحاجات اللي بشتغل عليها فيجوال عشان تبقى واضحه، لان مهما قلت ارقام وكتبت ارقام ما حدش بيحس بيها، بس لما بحطها بالطريقه دي الناس بتبدا تحس بيها. بقول له ده الفوت برينت اللي انت عايز تبنيه، ده اللي هيتبقى لك التوتال بيلت اريا بتاعتك، الجراوند والفيرست وده تقريبا نسبته من الارض، هل عايز تزود ولا كفايه كده؟ دي منطقه اللاندسكيب بتاعتك، وده الجراوند والفيرست والروف هيبقى شكله بالشكل ده. ده منطقه الاوفيس، ده البيت، وده الباك اوف هاوس بتاع البيت هيبقى قد كذا. بعد كده ابدا اوزعه بكذا طريقه واكتب له الارياز بحيث يبدا يحس بيها، وبعدين نبدا نحط كل سبيس تقريبا حجمه قد ايه من البيت. وبعد كده طريقه بقى ان احنا نرسم مع بعض لغايه ما بوصل في الاخر لسمبل سكشن. ابدا اقول له بص جراوند فلور بتاعك في كل السبيسز دي، فيرست فلور في كل السبيسز دي، روف في كل السبيسز دي. طبعا الحاجات دي كلها بتتعمل بسكريبتس، وسواء بنشتغلها على الداينامو او بنشتغلها على الجراس هوبر، تبقى ميكس ما بين الاثنين. بعد كده بنبدا نوزع على البلوت بتاعتنا السبيسز بقى بكذا طريقه، مش شرط ان هي تكون يعني فولوينج دايركشن معين، لا انا مجرد ان انا عايز اشوف ديفرنت فاريشنز عن طريق السكريبتنج ممكن يطلع لي ايه، مش شرط ان انا همشي على الزونينج ده بالظبط، بس بيديني هنت كده بدون ما اضيع وقت ان والله بص الجراوند فلور انت ممكن تعمله بالطريقه دي، بس بص هيبقى عندك كل السبيس ده فاضي، فهو نفس السبيس بس كل ده فاضي، او الفيرست فلور ممكن يبقى بالشكل ده، الكورت يارد اوبن واوبن من هنا، او بطريقه تانية ممكن تجمعهم كلهم وتاخد سبيس اكتر، او بطريقه ثالثه او بطريقه رابعه وهكذا. وبعد كده الاورينتيشن والبرنسبل اوف جود اورينتيشن، ان انا لازم يبقى عندي اراعي الشيدنج والباسيف والسولار هيتنج والباسيف كولينج جليزنج سكاي لايت. اللي بعد كده هي الماسنج والسبيس اكسبلوريشن. بعد ما طلعنا البروجرام بنبدا بقى نتست الحاجات دي، ونطلع بمليون الف اوبشن زي ما احنا شايفين كده، ونبدا نترجم الاوبشنز. ساعات بتبقى في كومبيتيشن ذا موست اجلي اوبشن، خلينا نشوف عشان ما حدش يبقى متعلق كده شويه بديزاين وعايز يفضل يبوش لي، لا انا بقول لهم ان شاء الله يطلع في الاخر الاوبشن ده وحش، خلينا نجرب كل حاجه عشان ما يبقاش عندنا وان دايركشن او تو دايركشن، احنا بنجرب سبيسز ونشوف السبيسز دي هتطلع حاجات شكلها عامل ازاي معانا، وفي نفس الوقت سكتشز، ونبدا نوزع الزونينج ونشوف ترجمه الكلام ده على الواقع هتبقى عامل ازاي. دي البلوت عندنا، دي مساحتها، ده اللي انا ممكن ابنيه عليها، بس هو الكلاينت حابب يبني عليها ده بس. وفي نفس الوقت ما اقدرش احطها في النص، ما اقدرش احطها على الشمال، لازم اجيبها الناحيه دي عشان الفيو هو ده المكان الوحيد اللي اقدر اشوف منه الفيو. في نفس الوقت لو رجعتها لورا شويه هماكسمايز الفيو شويه، هيفتح شويه زاويه الرؤيه اكتر. فكلها ريستريكشنز بدات تروح، انا ما بحددش لسه حاجه، بس كلها ريستريكشنز عماله تاخدني لستيب باي ستيب لحاجه. كورت يارد في النص ممكن يفيدني ان انا اوجه الغرف والحاجات بطريقه ما. الطبيعه الدور الارضي والاول حسب الاستخدام، يعني الدور الارضي مثلا ممكن يبقى فرجمنتد لانه مور اكتف، فممكن يحصل فيه فرجمنتيشن شويه. الدور اللي فوق مور كالم شويه فمونومنتال اكتر مور سمبل واستخدامه اقل. ده كان اوبشن، ده اوبشن تاني، ده اوبشن تالت، اوبشن رابع، اوبشن خامس، مش هنناقش كل واحد فيهم عشان ما اطولش عليكم. وبعد كده السبيسز نفسها بنبدا نوزعها في المكان، كل سبيس
ايه مكانه، ايه اللي ممكن وليه ليه هيتحط هنا، وتبدا بقى ديسكشن ما بيننا وبين الكلاينت على البروجرام، ونبدا ستيب باي ستيب نبني الدور الارضي مع الاول مع الروف عشان نطلع بسبيس بروجرام، وفي نفس الوقت دايركشن يبدا يحافظ على الديزاين، اللاندسكيب هيكون موجود فين، اندور اوت دور. وبعدين ببدا اشوف بقى البليسمنت لبعض الاماكن اللي هي الكريتيكال شويه ممكن تتحط فين، ده مثلا كان الاوفيس انا هنحطه فوق هنحطه تحت يمين شمال. وبعد كده نبدا نتكلم بقى في الستايل، في مليون الف ستايل. فاحنا اقنعنا الكلاينت الحمد لله ان احنا نروح لكونتمبري، كونتمبري عربيك ده الدايركشن. وبنبدأ نشتغل بعد كده بقى على مود بورد في بيوت بشكل ما، ممكن تكون بيوت لاكجري في مكان ما، نتعلم منها نستفاد منها السبيسز من جوه شكلها عامل ازاي. فدي سامبل كده من المود بورد. الدايننج مثلا ممكن تكون واخده دلوقتي مثلا في ترند مثلا الدايننج ما تبقاش ترابيزه صفر عاديه، تبقى كأنها زي ريستورنت، وخصوصا لو هي بتبقى في بيوت كبيره، فبتتعمل سمول سبيسز تيبلز، وبيجي حد بالظبط كأنك في ريستورنت هتاكل ايه هتاخد ايه قبل ايه، وحد بيجي خصوصا لما بيبقى العدد كبير استحاله اللي قاعد هنا يبقى عنده كونكشن مع في اخر واحد في الترابيزه، فبتبقى شويه ده دايركشن وده دايركشن، بس لازم في الاخر بنشوف طبيعه الكلاينت نفسه ايه. السكتشز دي بدأنا نرسمها في البداية علشان نربطها بعدين بعد كده بدأنا نجرب الماسنج ده بعدين، بس ده كان فكرة السنترال كورت يارد، ان هو يكون مكان يكون اكستنشن لكل السبيسز، يعني اقدر ان انا اكستند السبيس ده واكستند السبيس ده واكستند السبيس ده، وفي نفس الوقت يكون مكان اقدر ادخل منه هواء وشمس وكله. في نفس الوقت برضه يكون في انذر بوكيتس موجودة تخدمني في الدور اللي فوق، وتخدمني في الفيوز، تخدمني في علاقة الاندور بالاوت دور. السويمنج بول جزء منه كفرد جزء اوبن، بوكيتس بقى عشان تعمل شويه اكتيفيشن لبعض السبيسز، ما تبقاش في اماكن ميته شويه، اوت دور ليفنج. وبعدين عملنا سكشنز كده سامبل سكشنز بدون الدخول في تفاصيل للبيت، بس ايه اللي بيحصل بره، ايه السبيس بره هنا والسبيس بره هنا والسبيس بره هنا، انذر سكشن في الدايركشن الثاني. فكلها لسه ما فيش ديزاين ديسيجنز. وبعد كده نبدا نشتغل بقى على البلانز وعلى على السيركليشن وعلى الباركينج سبيس، الانترنس، الفورمال ليفنج، منطقه الجست، منطقه المجلس، المنطقه بتاعه الفاميلي والفاميلي ليفنج، وان هي تكون ليها مور برايفسي على البول وسانكن سيت، ومنطقه الباك اوف هاوس وعلاقتها بالاوت دور دايركت. فيعني كل بيت ليه شكل مختلف، زي ما احنا شايفين هنا مور فراجمنتد، فوق بدا يبقى شويه مونوليتك شويه وبدا ياخد شكل اكتر، اوبشنز بقى كتير، يعني وصلنا ل 11 اوبشن دلوقتي يعني مع الكلاينت. كل سبيس بالفانكشن بتاعه موجود ايه، مربوط بايه، طب هيفتح على ايه، طب الفيو بتاعه هيجي منين. طبعا مش مجبرين ان احنا نعمل كل ده، بس انا دي الطريقه اللي انا بحب اشتغل بيها وبعدين سكشن يبدا يوضح الاكسبيرينس اكتر جوه بره هتبقى عامله ازاي. وبعدين بدأنا نشتغل شوية على ريسيرش عشان نرجع ناخد حاجات شوية من الـ الروتس بتاعت الفاميلي نفسها، ونبدأ نحطها بطريقة مور كونتمبري شوية. فبدأنا نوصل لمجموعة كده من الارتكليشن لللايت، ان احنا نقدر ندخله بطريقة ما باستخدام باترنز، وطبعا الهارت اوف ذا هاوس الكورت يارد ومميزاته ايه في البيت، وان هو انت بتعدي عليه وانت داخل، وبيبقى اكستنشن للليفنج لو انت عايز الجست اللي جاي لك عايز تفتح، فبيبقى اكستنشن ليه، وفي نفس الوقت اكستنشن للليفنج اريا بتاعت البيت لو انت عايز، في نفس الوقت انت ممكن تمر من خلالها، وممكن يبقى البول كونكتد بيها. فهو سبيس انا شايفه بيبقى سبيس زي الجوكر كده، يقدر يكبر لك اي سبيس وتقدر تفتح عليه اي حاجه، وفي نفس الوقت عندك فول برايفسي للكورت يارد. اشكاله يعني في الاخر سوليدز وفويدز، يعني ما بتخلصش، كل حاجه ليها احتياجاتها. في فيتشرز معينه وبيزك اليمنتس موجوده فيها، ووتر فيتشرز وفاونتنز واركيدز وباترنز ولاندسكيب وكالرز ارشز وترانزيشنز وبيفوت دورز ولوفرز، كل دي ممكن حاجات الواحد يستخدمها. ووتر فيتشرز سنترال تري كونكشن تو ناتشر، فده كان الدايركشن بتاع اللاندسكيب. دي السكرينز واللايت اند شادو. فانا عندي كونتمبري وعندي يعني حاجه مور تراديشنال، فانا عايز حاجه ان بتوين، فهوصل لها ازاي. هي دي كانت فقلنا عايزين سترونج سنتر، عايزين كونتراست، عايزين جود فورم وادابتيشن، عايزين ليفلز اوف سكيل بروبورشنز، في نفس الوقت يكون في ريبيتيشن لبعض الاليمنتس، فويد يكون موجود اوبن سبيس، وفي نفس الوقت سمبلستي اند انر كالم، لما تدخل السبيس ده تحس كده ان انت سعيد ومبسوط يعني.
بدأنا نعمل pattern study من بعض الحاجات اللي أخدناها من الكالتشر ونشوف الريفلكشن بتاعها هيبقى عامل إزاي على الفساد لو إحنا نستخدمه. another pattern another pattern another pattern وcomparison ما بين الباترنز وبين بعض وإيه الـ DNA اللي بيطلع كل pattern منهم. ومش بس كده، بنشوف كمان الريفلكشن بتاعها كشادو على الفلور. هي مش بس وول، لا هي وول وفلور عامله ازاي، يعني ممكن تكون فيرتيكال او هوريزونتال. لو انا هستخدمها، لو هفتح لو هقفل، طب لو هحطها على الفيوز هتبقى عامله ازاي، الاوبن سبيسز هتكون عامله ازاي، الكونكشن مع السبيسز هتبقى عامله ازاي. كلها رحله كده ايه لترجمه السبيسز من جوه ومن بره، وتجارب كده واحنا شغالين علشان نحاول نوصل للبست. وفي نفس الوقت الكورت يارد انا حسيت ان هو محتاج يعني يكون في لاين معين كده يبدا تو بريك شويه، يعمل سوفتن شويه للشارب ايدجز بتاعت والباترن اللي موجوده. فكان الشكل الاوفل ده كان هو يعني هو السكسسفل بعد تجارب كتيره. طبعا بدأنا نشتغل على اللاندسكيب وعلى الباوندري وولز واللوك اند فيل بتاعتها واللايتنج والساينج ممكن تبقى شكلها عامل ازاي، اللايتنج هيبقى عامل ازاي، السكيورتي الاكويبمنتس اللي بتتحط كلها والحاجات دي عشان ما تبقاش يبقى معمول حسابها. الجراج هيفتح هيقفل هيروح ازاي، الباركينج اندور اوت دور، طب الاندور ممكن يتحط فين، طب سيناريوز كتيره للباركينج. وكان اللاندسكيب الهدف منه في الاخر هو فريم ذا مومنت لكل السبيسز يعني. فدي كانت السبيسز بتاعت اللاندسكيب كلها اللي موجوده. فبدانا برضو بسكتشز مره تانية على كل سبيس، الكورت يارد، الجاردنز، البيج جاردن بالبول. نزلنا مثلا بسانكن سيت بحيث ان اللي قاعد هنا يبقى شايف كان في انفينيتي ايدج للبول موجود هنا. دي مثلا احد السبيسز للجست، فحبينا ان هي يبقى لها سمول بوكيت جاردن كده تكون موجوده. ده شكل الكورت يارد من جوه شكله من فوق. ده من ناحية السوينج بول. ده لسه طبعا الواجهات الخارجية دي لسه مش ده الفاينل بتاعها، لسه شغالين عليها. وده أحد الفيوز للكورت يارد من جوه. فيعني وتكون وصلنا كده للنهاية وأسفين على الإطالة. وفي الآخر هي الرحلات كلها هي people places and identity. وشكرا جزيلا. جزاكم الله كل خير أستاذ فاضل على المحاضرة الممتعة. الله يكرمك أستاذنا وربنا يزيدك، وإن شاء الله يعني من نجاح لآخر بإذن الله. قبل ما أفتح الأسئلة أحب أشكر الدكتورة مي، هي اللي عملت التصميم بتاع وأنا كمان الدعوة. بشكر وأنا كمان بشكرها. الله يكرمك أستاذنا. طيب لو حد عنده أسئلة بس يا ريت يعمل راس هاند عشان نفتح الصوت. عايزين أسئلة سهلة بقى مش أسئلة صعبة. لا مش حاجة صعبة عليك هندسة، الله يكرمك. أستاذنا المهندس محمد محسن، تفضل يا باشمهندس. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الأول أنا بشكرك باشمهندس معاز وبشكرك باشمهندس عمر، البرزنتيشن مبهرة كالعادة طبعا زي ما عودتنا يعني. أنا بشبع الصوت والاسم صح كده؟ اه معروف. طيب اوكي. وبقول لحضرتك مبروك طبعا على الاخبار الجميله اللي انت لسه قايلها لنا النهارده ان انت كسبت. طبعا دي حاجه ما حدش سمع حاجه يوم 25 خلاص. ان شاء الله. لا بس دي حاجه جميله جدا يعني ان احنا نسمع اسمك. طبعا اسمك متعودين نسمعه في المسابقه دي، ودي حاجه طبعا تشرفنا كلنا كمصريين وكعرب ان خلاص اسماءنا بدات تتحط في مع اسماء المعماريين الكبار يعني. فربنا يوفقك ان شاء الله وفي تقدم دايما يعني. انا كان عندي استاذنك ثلاث اسئله، انا ممكن اقولهم كلهم مره واحده وحضرتك بقى ايه ترد علينا كده مره. الحاجه الاولانيه انا عندي سؤال عن ان انت ازاي بتقدر كنترول الكونسبت بتاعك ان هو ما يتغيرش، يعني بمعنى صح في مراحل التطور بتاعه المشروع اول بقى ما بيبقى يبدا التكنيكال اركتكت يخش وبيشغله اكتر كانجينير بقى وبيتعامل مع الاستراكشر مع الالكتروميكانيكال مع ريجوليشنز مع لايف سيفتي، كل اللي بيفكر فيه ساعتها بيبقى الى حد ما الفانكشن وان هو ازاي يابلاي الريجوليشنز اللي عليه وعنده كونسترينز كتيره قوي، وبيحاول ان هو ياخد في اعتباره الكونسبت كفيجواليزيشن مش اكتر من كده يعني. هو قدامه الكونسبت ديزاين فيجوالي انا عايز احققه، ما غيرلكش الماتيريال كلام من ده، لكن انت النهارده بتتكلم على فيلينجز وعلى ان انا قاعد في اكسبيرينس معينه باخدها لما بخش البيلدينج وهكذا. الكلام ده بصراحه التكنيكال اركتكت ما بيشوفوش تماما. فانت ازاي تقدر تكنترول
ان انت المشروع دوت في مرحله تطوره لحد ما يطلع كونستراكشن دوكيومنتيشن، ان الفيلينجز دي تفضل متحافظ عليها، اللي هو ما حدش انا اسف فاهمها غير الديزاينر، او مش فاهمها يعني حدش هو حاسسها اكتر حاسس غير بيها اكتر بالظبط. من الديزاين بالظبط، لحد ما المبنى يطلع على ارض الواقع، فساعتها لما تاخد الاكسبيرينس هتحس بيها. لكن هو ايه، لحد ما يبقى يعني زي ما حضرتك قلت كده، ايه هو زي ما تقول ابنك ايه بتربيه بالظبط وبتبنيه لحد ما بالظبط تبقى موجود فيه، فما حدش هيحس بالاكسبيرينس دي اكتر منك انت. ده السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه بقى، لو احنا عندنا unusual building materials constructability بقى بتاعت الكلام دوت، يعني بمعنى صح احنا بقى في مرحله تطور المشروع برضو بنبدا نقعد بقى مع مقاولين ومع سبلايرز، وي وي طب يا جماعه احنا عايزين نبني الحاجه الفلانيه، ودي حاجه unusual والناس دي اول مره تشوفها او شافتها قبل كده بس ما اشتغلتهاش. في الحاله دي دايما اول حاجه بتقابلك طبعا صعوبة في إن أنت تلاقي مين الكونتراكتور اللي وافق يعمل لك الشغل دوت، ده إذا كان ينفع. أول كلمة بتتقال لا يا باشا اللي أنت عايزه ده ما ينفعش أصلا، أنت بتحلم، ده أنت قاعد في اليوتوبيا أو قاعد مش عارف إيه. ده اديت إكزامبل قوي جدا كمان بالنسبة مثلا الحيطة البريك اللي موجودة في مبنى العيادات أو المستشفى، يعني موضوع الهايجين والكلام ده. اول حاجه اتقالت لو اي مقاول هنا موجود اقول لك لا ده انت اصلا اسف يعني بتخرف، انت ازاي تعمل كده، ده الموضوع ده مستحيل وكلام من ده. ف دي اول حاجه هتحصل. الحاجه لو انت قعدت تضغط عليه وتقول له لا ده فيه وفيه وفيه وفيه، هتلاقي الدنيا رايحه في حته. طب ماشي يا باشا انت بقى عايز الكلام دوت، طب انا هخليك ترفض الموضوع ده بس مش من عندك انت، من عند المالك. ازاي؟ ان هو هيقول لك طب الكوست بقى ايه، اضرب في 2 في 3 في 4 في 10 كمان، بحيث ان يجي الاونر نفسه يقول لك لا انا مش هقدر ادفع الفلوس دي كلها. فبتبقى انت كديزاينر مش عارف تعمل ايه، انت عايز تطبق الكونسبت اللي انت عامله والمقاول بيقول لك لا الكلام ده ما ينفعش، والملك بيقول لك انا مش هقدر ادفع. فبالتالي انت يعني بتقدر تحلها ازاي؟ يعني دي برضو بتقابلنا في كذا تمام. دي حاجة حتى ماتيريال ممكن تبقى وكوست، كنترول الماتيريال والكوست اوكي بالظبط. ده على فكره ده حاجات بتبقى مور سيمبل عن كده بكتير، وبنقابل اكيد. بقى يعني صعوبات يعني فظيعه مع بالذات بقى مع اللوكال بقى كونتراكتورز هنا في مصر يعني. بس فدي الاسئله بتاعتي، وشكرا جدا يعني، ويعني ان شاء الله نشوفك على الف خير قريب يا رب. بس هما سؤالين شكرا صح، شكرا. هما سؤالين اللي انت سألتهم صح كده؟ هما 3 أسئلة يعتبر، واحد عن الـ عن الـ عن الديزاين كونسبت، اوكي واحد عن اوكي الكونستراكتابيليتي، وفي الآخر خالص اوكي الكوست كنترول مع الـ تمام مع الكلاينت يعني. خلاص. انا تمام هرد على الثلاثة مرة واحدة لان هم انا شايفهم مرتبطين بشكل ما. بشكل كبير ده حقيقي. شكرا يا خلاص باشمهندس. اوكي الله يكرمك، تسلم. طيب خلينا نمسك الاول لان الاول ده مهم قوي، ويمكن انا تطرقت ليه كده بطريقه غير مباشره. وانا بشتغل ديزاين وبشتغل تكنيكال، ما فيش حاجه اسمها، انا بالنسبه لي انا في القاموس بتاعي ما فيش حاجه اسمها معماري بيعمل كونسبت بس، او معماري بيعمل تكنيكال بس، او معماري بيشتغل سايت بس. انا بنزل السايت وبشتغل تكنيكال وبشتغل ديزاين وبقعد اشتغل موديل بايدي. يعني احنا بنشتغل طبعا على البيم من البدايه كديزاين، بيبقى هو من بدايه السكتشات والدياجرامز والحاجات دي كلها دايما بتتعمل من البدايه على البيم، علشان اضمن ان كل التيم يكون على نفس الليفل من خلينا نقول ايه، يعيشوا كده الحدث معانا. فدايما بيبقى في البرزنتيشن اللي انتوا شفتوها دي، البرزنتيشن دي بتتعمل ان هاوس ما بيننا وما بين السب كونسلتنتس اللي بيكونوا موجودين شغالين معانا. يعني على المشروع اللي هنشتغل عليه بعمل لهم نفس البرزنتيشن للمشروع، بتبقى ستيب باي ستيب طبعا جرادولي بتبدا تتطور واحده واحده، بس كبري كونسبت في البدايه بيكون في برزنتيشن لازم عشان الناس تعيش معانا الحدث اللي احنا هنعمله ده. ويفضل طبعا لو هم بيبقى ليهم دور من البدايه، دي بتبقى كويسه جدا. ساعات ما بيكونوش موجودين فالواحد بيعتمد شويه على الاكسبيرينس بتاعته بشكل ما، بحيث ان هو مثلا عارف مثلا المبنى ده لو راح عارف مثلا الارتفاع بالنسبه لي لو رحت الارتفاعات غلط شويه هتوديني كده في سكه مش هعرف اظبطها. فممكن بيبقى في جزء منها ليه علاقه بالاكسبيرينس، جزء منها تاني في حاجات اللي الواحد بيبقى قلقان منها فبيبدأ ممكن يستشير فيها. مش عيب ان الواحد يستشير ويسأل، بحيث ان هو ما يبقاش بيعمل حاجة تيجي بعد كده يتضرب الكونسيبت تماما بسبب ان اللي احنا عاملينه ده ما يشتغلش. يعني يعني كان مرة كان حد قال لي مرة المبنى ده ما يشتغلش، قلت له لا يشتغل. فمعنى يشتغل يعني ما يشتغلش يعني هو شايف في حاجة فات المستيك. فقعدت اقنعته وبدانا نتناقش على نقطه نقطه لغايه ما في الاخر وصلنا لحل وسط. يعني هي تتنفذ وتتعمل بس محتاجه، الكلام ده كله بيحصل كدسكشن في البدايه يعني.
ساعات بجيب لو انا ما عنديش سبيشالست موجودين، طبعا وجود السبيشالست على المشروع من دي 1، الكلاينتس اللي فاهمه اللي عارفه اللي عارفه قيمه الفلوس اللي هتدفعها، وعارف ان هو هيدفع ارقام كبيره، يعني مبنى قنوات المبنى في الاخر كلاينت هيدفع يعني ملايين عشان يبني المبنى، فما ينفعش ان انا ابقى بعك، يعني لازم في الاخر انا عارف المشروع ده نازل السايت، هي مش مسابقه واعمل شويه مناظير وهمشي الدنيا، لا يعني انا بشتغل على كل مشروع عندي فانكشن وبحاول ان انا اظبط الدنيا كلها، ففي حاجات كده ببقى قلقان منها، فبساله من البدايه هل ناوي تجيب فساد سبيشالست ولا مش ناوي، عشان هو لو مش ناوي حاطط بادجت للحاجات دي انا اتصرف، فانا بتصرف بعمل ايه؟ ببدا اجيب السبلايرز اللي انا بتعامل معاهم في شركه كذا شركه كذا بدون ما بعود اي حد باي حاجه، لان دي برضه فيها شرف للمهنه شويه، الواحد المفروض ان هو ما يتنازلش عنها ويقعد يعمل ديلز وحاجات زي كده، بس في الاخر انت بتعتبره مثلا، انا مثلا في المشروع بتاع القنوات جبت شركه اسمها تكنال اللي هم معروفين جدا زي شوك وزي الناس دي كلها، انت ما بتديلوش اي بروميس لاي حاجه، بس هو بيساعدك تكنيكلي، بيقول لك والله بص السكاي لايت دي ممكن تعمل لك مشاكل، الويندو ده ما ينفعش يكبر عن كذا، الجلاس ده ما ينفعش يروح عن كذا كذا، فوجودهم بدري ساعات بيحل لك مشاكل، فانا ساعات الحاجات دي بعملها بدري شويه، ومع الوقت خلاص انت بتبدا تبني يعني انا مثلا عندي حد سبيشالست بتعامل معاه، خلاص عارف ان انا في كل مشروع محتاجه موجوده معايا فيه، فدايما باخد معاه منه شويه ادفايسز تكنيكال ادفايسز اللي هي مش يعني ما ظهرتش معايا في مشاريع قبل كده، انا عملت اختراع المشروع ده فعايز اعرف الاختراع ده هيتنفذ ولا مش هيتنفذ يعني، فلازم الحقه بدري حتى لو في الكونسبت في البدايه، بحيث ان انا ابقى بعمل سبورتنج ماتيريالز في البرزنتيشن عشان اقنع الناس كلها ان هي لازم تروح للسكه دي. خناقات بقى اللي بتحصل ما بين الاستراكشر والام اي بي والكلام ده كله دي احنا متعودين عليها وعارفين في الاخر ان حلولها ايه، وعارفين هي في الاخر انت هتاخد يعني لازم تبقى عارف امتى ايه السبيسز كمعماري ان انت تقفش عليها وتقول له نو واي مش هغير، وايه السبيسز اللي تسيبها، يعني باجي في الباك اوف هاوس الاماكن اللي هي اللي مش هتاثر قوي بقول له مش هغلس عليك في الحته دي، اعمل اللي انت عايزه بس السبيس ده ما تبوظهوليش، ما ينفعش نعمل فيه كذا، معلش اتعب شويه عليه فيه، انا تعبت انا في الاركتكتشر انت كمان بص عليه. انا مع التجربه والله يعني في مشاريع كتيره لما بتعمل البرزنتيشن وبتعيش الاستراكشر والام اي بي معاك في المود بتلاقيهم هم كلهم متفاعلين مع المشروع، بيقول لك انا مش عايز ابوظ لك الحته دي، انا عايز اظبط لك الموضوع ده، ويبدا هو يطلع لك حلول زي مثلا الحل بتاع التريبل هايت بتاع الفساد مثلا اللي كان موجود ده. في الاول خناقات على بيمز ومش بيمز، قال لي بص انا عارف ان السبيس ده مهم بالنسبه لك، قال لي انا هظبطه لك بس محتاج اعمل بيم مش عارف كام في كام وهنخبيها، قلت له اعملها مفيش مشكله وانا هعرف اظبط حاجه زي كده. فالكونسبت ما اتغيرش، الديزاين ما اتغيرش من ساعه ما بدانا الكونسبت لغايه ما نزلنا السايت دلوقتي، انا لو رحت قست حاجه في السايت هطلع لك نفس المقاس ده زي ما طلع في الكونسيبت في البدايه، فاعتقد هي عايزه بس اللي شغال على الكونسيبت ما يخرجش بره المشروع، لازم يكمل لغايه الاخر، فكره ان هو حتى لو هو مش قوي تكنيكال هو هيبقى قوي تكنيكال لو كمل، يعني لو كمل على الفكره دي والفكره اللي بعديها والفكره اللي بعديها هو غصب عنه هيلاقي بدا يشرب الحته دي. يمكن انا كان يعني فترة من الفترات كده جت اشتغلت 5 سنين في ديوان، فكنت بشتغل بين مانجر، فكان دوري ان انا بجمع كل حاجة مع بعض، يعني ما ينفعش ما بقاش عارف ده بيعمل ايه، ما ينفعش ما بقاش عارف بتاع السبيكس بيعمل ايه، ما ينفعش ابقى مش عارف بتاع الاستراكشر بتاع الام اي بي الانفراستراكشر، فدي برضو فرقت كتير معايا انا كشخص، يعني عملت لي كده سدت جزء من الجابس، ما زال في جابس طبعا اكيد الواحد بيتعلم وبيستفاد منها، فده رد على اول حته. فانا اعتقد هي المشكله دايما عند الديزاينرز، هم اللي محتاجين يراجعوا نفسهم ومحتاجين يظبطوا نفسهم ان هم ما يخرجوش بره المشروع، حتى لو اضعف الايمان يبقى على الاقل بيحضر الميتنجز بس عشان ايه يطمن ان الحاجه يمكن هو يقدر يطلع بحلول احسن من زي ما انت قلت اللي بيشتغل تكنيكال بعد كده مش حاسس باللي هو حاسه، طب اديله انت هنت اديله سكتشز، والتكنيكال القوي لو هو هيكمل هو البروجكت دايما بيرجع للديزاينر، دايما بيرجع يقول له الحته دي فيها مشكله عايز تعمل فيها ايه عشان ما نبوظش المشروع، فهو في الاخر هي كوردينيشن وهارموني ما بين التيم وبين بعض يعني. بس الاقوى فيهم ان اللي شغال ديزاين هو اللي يكمل للاخر، ده في مصلحه كل المشاريع الناجحه اللي شفتها اللي اترسم فيها اول سكتش ونزل الموقع، لما تيجي تحط السكتش والرندر والصوره بتاعت الموقع في الاخر الثلاثه زي بعض، ده كان اللي شغال كونسبت ده كان مهتم بالمشروع لغايه الاخر يعني. وهو اللي بي كوردينيت وهو اللي بيعمل، مش لازم يكون بيعمل كل حاجه بايده بس كان ليه دور في كل المراحل. فده ردا على اول سؤال. السؤال الثاني اللي هو الجزء بتاع الكونستراكتابيلتي، اعتقد يمكن انا رديت عليه برضو في الرد بتاعي ان انت لازم
يبقى عندك ناس سبيشالست تكون موجود. المعماري في الاخر هو المايسترو اللي ماسك السيمفونيه دي، فيا يبوظ السيمفونيه تبوظ خالص، يا تبقى نشاز، يا تلاقي كله شغال مع بعضه بطريقه. فانت تبقى عارف امتى هتدخل ده وامتى مش هتدخل ده، امتى لو دخلت السبيشالست ده هيبوظ لك الدنيا، وامتى لو اجلته شويه تقدر هتقدر تعمل حاجه. فاعتقد ده بالنسبه لي نفس الرد الاولاني هو الرد الثاني. موضوع المقاول بقى ده قصة كبيرة، ده عايز ايفالويشن للمقاول قبل ما يخش على المشروع. يعني ما ينفعش اجيب مقاول ما هوش اصلا، يعني مقاول كل ما بيشتغل على مشروع مثلا بيبوظ الطوب، هو هيعالج كل حاجة بعد كده قدام، هعالجها في كذا هعالجها في كذا، فاكيد مش هجيب مقاول بالمنظر ده شغاله على مشروع يعني. ففكرة ان يكون في دايما في كل مكتب يكون في ليست اوف كونتراكتورز لمجموعه مشاريع معينه. انا مثلا مشروع مثلا بتاع قنوات قبل ما يتبني مثلا، نزلت زرت اكتر من مبنى للكونتراكتورز اللي احنا هنعمل لهم هنطلع لهم التندر عشان نشوف شغلهم اصلا هل شغلهم كويس ولا لا. فانا ببقى مهتم بالجزء بتاعي، في حد بيروح يبص على الجزء بتاع الام اي بي، حد بيروح يبص على الجزء السيفل، بحيث ان احنا في الاخر كل واحد بيدي الفيدباك بتاعه. وبعدين عملنا لسته مثلا فيها 12 كونتراكتور، نزل لهم التندر، قلنا هيردوا ثلاثه منهم ولا حاجه، سوري نزلنا ال 15 قلنا ثلاثه اللي هيردوا ولا حاجه، لقينا 12 كونتراكتور انترستد في المشروع، لان طبعا شايفين عجبهم المشروع فقالوا عايزين يبقى لهم دور. الكوست ليه عامل، الكلاينت اللي فاهم ده رزق ده لوحده يعني. يعني الكلاينت الحمد لله بتاع مشروع قنوات الراجل ما شاء الله عليه يعني، انا بصراحه يعني استفدت بالديسكشنز معاه كتير. هو بيعمل حركه كويسه جدا، يجيب كونتراكتور للسوبر ستراكشر يخلص يقول له يلا مع السلامه خلاص، تعالى لي بقى بتاع الفينش خش انت اشتغل. فبيجيب حد بتاع فيت اوت، بيجيب حد كل واحد بيعرف يجيبه في مكانه. فالكلاينت اللي فاهم اللي بيعرف يعمل بروجكت مانجمنت مظبوط للتيم بتاعه للمشروع بتاعه اكيد اكيد هيكون جزء من نجاح المشروع يعني. في كلاينتس للاسف بتبوظ المشاريع يعني، بس ده انا زي ما بيقولوا كده ايه، الواحد بيشم ريحتهم من بعيد كده بيقول لهم شكرا مش عايز اكمل يعني. انا في مشاريع برفضها بسبب حاجات زي كده، ببقى شايف ان الكلاينت مش جاي يعمل، هو مش جاي مش عايز يعمل مشروع كويس، هو جاي عايز يعمل حاجه كوميرشال ويروح يبيعها وخلاص على كده. لا هيعمل معاك مشروع كويس، لا هيدفع لك فيس كويس، ولا عنده استعداد اصلا ان هو ولا مهتم بالحاجه في الاخر هتطلع شكلها عامل ازاي. فانا بالنسبه لي الكلاينت اللي من النوع ده انا يعني اعتذر عن المشروع احسن، واكرم لي واشرف لي ومش عايز اشتغل. فده يعني ردا سريعا كده على الثلاث اسئله، اتمنى اكون رديت عليهم. جزاكم الله كل خير باشمهندسه ماجي، اتفضلي. باشمهندس معاذ مساء الخير، انا يعني استمتعت جدا بالبرزنتيشنز بتاعتك، يعني قليل قوي ما الواحد يبقى مش عايز حتى يقوم يجيب كوبايه ميه لحسن يفقد حاجه يعني. ف عايزه بس اقول لك اتس ان اونر انه في مهندس مصري بالامتياز ده يعني، انت اكسلنت في اللي بتعمله، بتركز في التفاصيل ومجتهد، فهي حاجة تفرح ان في يعني في حاجة في جيل طالع كده انا اكبر شوية. فثانك يو على جديتك في الشغل، بالشكل مطلع لنا حاجة احنا we are enjoying واحنا بنواتش مش بس الشغل بتاعك، لكن الطريقة اللي بتشرح بيها انت فكرت ازاي في الشغل بتاعك. فاولا congratulations و thank you، واللي فزت فيه ده فزت عن استحقاق في رأينا يعني. السؤال بقى هو سؤال تافه جدا. لا لا اتفضل اتفضل. انا الطريقه اللي انت بتفكر فيها بالديزاين بالستراكشرال يعني النظامي اللي انت عرضته، بنفكر في اللاير دي وبعدين في اللاير دي وبعدين في اللاير دي، احنا انا فارق معايا اعرف انت يعني عرفتها ازاي، اتعلمتها ازاي، ازت انه دي انت من وقت ما كنت في الجامعه كان الموضوع بالنظام ده، ولا ده العادي للشغل في الإمارات أو في دبي، ولا دي حاجة اكتسبتها through ايه؟ والحاجة التانية، هل ال structure of thinking ده أو ال of putting the concepts يعني انت حطه في نوع من المحاضرات أو الماتيريالز أو كده؟ لانه احنا بنحاول نساعد الشباب بيفكروا ازاي في المشروع، بنبقى يعني كل اللي انت قلته في دماغنا لكن مش عارفين نحطه بالترتيب اللي انت قلته. I hope انك تبقى فاهم انا بحاول اقول ايه. ممتاز.
فالسيستماتيك ثينكينج ده اللي بيوصل لنتائج بالنسبة لك أكيد حتمية، يعني ما هو بما إنه واحد اتنين فهي تلاتة، بسهولة وبسلاسة، فبيطلع فعلا المبنى سهل وجميل في نفس الوقت. أنا عايزة أعرف بس how can we reach يعني أي lecture أو document أو حاجة أنت عامل لها registration بالشكل ده. السؤال التاني، عندي تساؤل على المشروع اللي هو اللي عملته في القرية، يعني beautiful طبعا، خايفة شوية من حتة زي ما الباشمهندس اللي قبلي سأل، لما يجي مقاول ينفذه بالطوب الأحمر هينفذه بالنظافة اللي احنا شايفينها في البرزنتيشن والجمال والحلاوة والكلير كات ده، ولا يعني هو طوب أحمر زي غيره فهيطلع مبنى تشطيبه بالنسبة لنا زي مباني العشوائيات اللي على الدائري اللي احنا شايفينها، يعني فاهم نضمن ازاي الفينش يبقى بنفس البيوتي اللي انت عامل بيها برزنتيشن في مباني لم يتم تشطيبها ومعتمدة على الريد بريكس. وثانك يو، ربنا يوفقك. شكرا جزيلا، ألف شكر على الـ يعني على الكومنت الجميل بتاعك، ربنا يكرمك. بعد كده إن شاء الله هنحاول نعمل بريك أو ما نطولش عشان ما يعني على الأقل تشربوا مية يعني. يعني شكرا جزيلا. طيب الرد على أول سؤال، بالنسبة لطريقة التفكير نفسها، هي أكيد ما كانتش من يعني الجامعة لاير من اللايرز، بس أنا متخرج من فنون جميلة اسكندرية، من جامعة يعني جامعة اسكندرية، جامعة من الجامعات الحكومية في مصر. فاكتسبت منها مجموعة حاجات معينة من دكاترة موجودين وأساتذة موجودين، بس اتخرجت زي أي حد برضو، حاسس إن أنا تايه ومش عارف أنا رايح فين ولا عايز أعمل إيه ولا، بس أنا بحب الديزاين وبحب الأركتكتشر عامة. لغاية ما جات لي فرصة السفر اشتغلت في مكتب، ما اتبسطتش، حسيت إن في حاجة غلط. وبعد كده جات لي فرصة إن أنا أشتغل في مكتب انترناشنال، اشتغلت في شركة اسمها بيرستفل. يمكن دي الحقيقة فرقت معايا كتير، لأن اشتغلت في 3 سنين في المكتب اللي اشتغلت فيه قبل كده، كان أول مكتب ليا في دبي، اشتغلت على 50 مشروع في سنة. المكتب اللي بعديه اللي أنا بحكي عليه ده اشتغلت على مشروعين في 3 سنين. فاشتغلت على كونسبت ومن أول الكونسبت لغاية الكونستراكشن دروينجز، فخلت الواحد شوية دماغه ترتبت شوية بالنسبة للسبمشنز عامة، لأي مشروع الواحد ينقله من مرحلة لمرحلة لمرحلة إزاي. بس طبعا كانت مشروعين، بس مشروعين كبار، كانوا كبار قوي، مستشفى كبيرة جدا في أبو ظبي واسمها المفرق، ومشروع تاني كان توين تاورز، بس الواحد استفاد منهم كتير وشاف الـ شاف الـ شافهم بيفكروا إزاي. احنا عندنا مميزات كتيرة، بس للأسف ما فيش حد بيعرف يطلع المواهب دي، يعني بتاخد وقت شوية. وبعد كده اشتغلت في شركة تانية برضو انجليزية، برضو استفدت منها تاني، وبعدين شركة تانية انجليزية برضو استفدت منها تاني. فهي layers بدأت تحصل، بدأت اشوف ناس كتيرة بجنسيات مختلفة، الكالتشر برضو كل واحد جاي من كالتشر مختلف، فكل واحد متعلم بطريقة تانية. بيجي الاجتماعات دايما الواحد، يعني كل واحد كان قاعد 3 سنين في الاول بيتفرج وبيندمج مع التيم شوية، بس بيحاول يتعلم ويقول، بيبقى عنده الرد بس بيبقى خايف يقول ويطلع غلط في البداية. وبعدين جات لي فرصة اللي أنا كنت شغال فيها في ديون ال5 سنين دول، كانت فرصة حلوة بصراحة بالنسبة لي، لأن أنا تقريبا كنت كل ست شهور تقريبا بشتغل مع مكتب مختلف. يعني اشتغلت مثلا مع بيج فترة، اشتغلت مع ام في ار دي فترة على مشروع، اشتغلت مع فوستر على مشروعين، اشتغلت مع كينكوما على مشروع تاني. فكانت طبيعة البوزيشن بتاعي والشغل بتاعي إن أنا كنت بحتك بمكاتب كتير قوي، فبدأت أشوف كل مكتب منهم. طبعا اكيد ما باخدش كل الاكسبيرينس بتاعتهم، بس على الاقل بيشتغلوا ازاي في مشروع. بس حسيت ان في حاجات كتيره ميسنج، ومش ده اللي انا مش يعني، لو هي الناس كلها بتفكر بالطريقه دي في حاجه مش مظبوطه. وطبعا الواحد لما بيخش يشتغل جوه مكاتب ويشوف الكيتشن عامل ازاي من جوه، فبيبدا يقول ايه ده، هو انتوا كده؟ طب شكرا. لدرجه ان انا في ال5 سنين دول انا كنت واخد قرار ان انا مش عايز اشتغل ديزاين في اي مكتب، لان انا كنت اولموست يئست من الطريقه الكوميرشال اللي بيتعاملوا بيها مع المشاريع. وكان عندي هدف كده ان انا ان شاء الله لما افتح مكتب اشتغل بالطريقه اللي انا بحبها، اللي هي اللي الواحد يتجرد من الافكار كلها من البدايه ويبدا ياخد المشروع في رحله كده ستيب باي ستيب، السيكونس اللي انا كنت بشرحه في البرزنتيشنز دي.
ومن دي 1 عشان هي طبعا ما عنديش حاجه، يعني ما عنديش حاجه بشرح فيها الطريقه، هي كل مشروع بيمشي بالفلو بتاعه، بس بحاول ادوكيمنت كل حاجه من البدايه، يعني من اول يوم واحنا كل حاجه بيحصل دوكيومنتيشن ليها. بحاول ابدا بالدايجرامز الاول كده، بسيمبل دايجرامز بسيطه متجرده، ما فيهاش اي تصميم، ما فيهاش اي تفكير، بس عشان وكل ما حد يبقى رايح شويه لاتجاه التصميم بوقفه واقول له ارجع، لسه لسه اتس نوت يت. ولو مثلا لو الموقع موجود قريب لينا بننزل طبعا، لو في المدينه بننزل وبنروح اكتر من مره. فاعتقد الحاجات دي كلها هي لايرز بتيجي فوق بعض لغايه لما بنوصل في الاخر لديسيجن بنحس ان هو ده this is the best decision، لان هو ده اللي ينفع للمشروع ده في الحته دي، للكلاينت ده، لاحتياجاته كلها. فدي الطريقة اللي أنا يعني مش عايز أقول هي بتمشي في كل مشروع، لا هو كل مشروع بيمشي بالفلو بتاعه يعني، بس بتوصلني في الآخر لكونكلوجن معين. الكونكلوجن ده عشان كده كان حاجة يعني كذا حد سألني قبل كده، طب الستايل، أنا ما عنديش، ما فيش حاجة اسمها ستايل، ما عنديش ستايل، أنا بمشي المشروع هو اللي بياخدني بالفلو بتاعه يعني. فهنلاقي مثلا قنوات غير دار عرب الصانع، غير الفيلا، غير مشاريع تانية، فكل مشروع ليه الدايركشن بتاعه. السؤال الأخير بتاع الكونتراكتور، أنا ما زلت متخوف طبعا من الكونتراكتورز أكيد، بس عندي قناعة إن في، يمكن كان في مشروع في مصر اتبنى في شرم الشيخ، مسجد اتبنى بالطوب الأحمر، وكان في واحد مش عايز أقول يعني مقاول، هو نحات يعني، مقاول بدرجة نحات يعني، البنا نفسه اللي بنى المسجد لدرجة إن هو لما اتعمل الفينش بتاعه شكله وحش. لو حد يفتكر المشروع، ممكن أنا مش يعني مش من المعجبين قوي بالديزاين بتاع المسجد كله، بس انا كنت مركز في طريقه البنى نفسها، كانت بصراحه اكثر من رائعه. فانا اعتقد اختيار المقاول مهم جدا، وانا دايما انا متعود دايما ان لازم يبقى في موك اب بيتعمل لاي حد، يعني تعالى وريني شغلك او ورولي انت عملته ازاي في مشروع قبل كده. فلازم يكون عمل حاجه من النوعيه دي من المشاريع عشان يقدر ان احنا ندخله يشتغل على المشروع يعني. فالتخوف مازال موجود عندي، بس انا شفت كام اكزامبل في مصر مطمني شويه، وفي اكزامبلز في بنجلاديش كتير جدا يعني، في مسجد بتاع مارينا تبسم لو حضرتك شفتيه، يعني اكتر من رائع، مبني في منطقه كده برضو حاجه يعني ما تفرقش كتير عن عرب الصانع. في برضو الكاشف برضو في بنجلاديش، معماري برضو بنى كذا 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 مبنى بنفس الاتجاه ده. الطوب نفسه كانواع بقى، في منه انواع كتيره، وده في مرحله الدراسه دلوقتي، في كذا حد في مصر بيحاول يعمل انواع جديده من الطوب شويه، بحيث ان هي تبقى برضه حاجه فريندلي ومور سستينبل، فده برضه احد الحاجات اللي بندرسها دلوقتي بنشوفها، لغايه لما ناخد الموافقه ان شاء الله. واول حاجه هتتعمل لازم يكون في موقع الاول نشوف فيه، او نشوف مبنى هو عامله قبل كده عشان نتفادى اي مشاكل يعني. بس يعني هو تشالنج، وان شاء الله هنوصل له باذن الله، بس ناخد الاوكي، ويعني بإذن الله نديكم تفاصيل عن المراحل اللي جاية إن شاء الله. ان شاء الله يا باشمهندس. استاذ حضرتك ان شاء الله اخر سؤال، انا عارف احنا طولنا حضرتك جامد، الساعه عند حضرتك دلوقتي اتفضل الساعه 2. اتفضل. باشمهندسه روان اتفضلي. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ يعني الحمد لله تمام. والله أنا حضرت لحضرتك كذا محاضرة قبل كده، وكل مرة ببقى يعني بحس بأمل كده، بحس إنه ربنا يكرمك، في انت اللي حد بتديني امل، بيعمل انت اللي حاجة بتديني امل. يعني، الحتة السوشيال والحتة اللي هو you care about ال human aspect في ال projects دي، حاجة يعني بتبسطني يعني. بس فطبعا أنا آخر واحدة هسأل، فكنت أنا لسه متخرجة السنة دي، فكنت عايزة حضرتك تقول مثلا بتنصح ايه الفريش graduates يعني وكده، عشان طبعا انا في حالة توهان صعبة قوي، بس يعني انا اوكي والناس اللي معايا اوكي بس كده. تمام اوكي شكرا جزيلا، ويعني انتوا الامل، فمش عايزكم تيأسوا، والتوهان ده طبيعي على فكره، عشان بس الواحد فضل في توهان سنين يعني، ما يعني التوهان ده بسبب حاجات كتير يعني، بسبب طبيعه الطريقه اللي بندرس بيها، والطريقه اللي السوق اصلا موجود فيها، والجاب اللي موجوده ما بين الماركت وما بين ما بين التعليم والجامعات، فده طبيعي يعني. يعني ما تحملوش نفسكم فوق طاقتكم، وتحسوا ان التقصير من عندكم انتوا، لا هو في حاجات، في عوامل كتير مأثره على الموضوع. فبس اللي عايز
يعني اللي عايز يتعلم وعايز يشتغل وحابب المجال وعايز ومبقاش عايز يعمل شيفت كارير ويروح يفتح مطعم او يروح يفتح مش عارف ايه. هو ده مش وحش على فكره الواحد يعمل بيزنس، يعني انا مش ضد حاجه زي كده، بس الفكره كلها ان انا عمري ما فكرت ان انا اخرج بره المجال، يعني ما حصلتش في سنه من السنين اهو، بقالي يمكن انا متخرج يمكن قديم شويه، متخرج سنه 2004، فيعني 17 سنة تقريبا، ما فيش سنة منهم فكرت حتى لو فشلت حتى لو حصل أي حاجة أنا حابب المجال وحابب أكمل فيه، سواء بقى بخسر فلوس بكسب فلوس، مش هي دي، مش ده العامل الأساسي، بس فكرة إن اللي عنده شغف عمره ما حي يعني عمره ما هييأس، هيفضل يكملها. المشكلة الأساسية اللي موجودة حاليا اللي أنا لاحظتها في الجيل الموجود، جيل المعماريين العظيم اللي طالع دلوقتي، ان انتم مستعجلين شويه. ده يعني ده انا حسيته شويه، دايما في استعجال على جني الثمار. يعني خلي دايما مش وحش ان الواحد يحط لنفسه شورت تيرم جولز كده يبدا ان هو يحققها. يعني انا بقول انا نفسي السنه دي بقول لو السنه دي انا ما عملتش مشروع كويس انا هحبط، هيجي لي احباط يعني. فباخد مشروع واحد بس اقول انا هشتغل مشروع، ولو ربنا كرمني هعمل مشروع تاني وهعمل مشروع تاني، فاهم؟ بس ببدا بواحد اقول ايه هو ده الجول بتاعي. فالواحد ممكن الجول بتاعي اتعلم حاجه جديده، اتعلم سوفت وير جديد، اتعلم يعني ادرس شويه محاضرات او حاجات زي كده، ادرس معماري معين مثلا. يعني اليوتيوب ما شاء الله مليان كميه محاضرات كتير يعني، والواحد لو اخذ المحاضرات دي محاضره محاضره كده عادي يذاكرها، ومبنى مبنى ومعماري معماري. انا ما يعني انا ضد مبدا ان انا يكون عندي معماري كده مفضل اقول هو ده المعماري بتاعي يعني اللي انا حابب. لا، انا بالنسبه لي كل معماري بيعمل مشاريع حلوه ومشاريع وحشه، فانا باخد المشاريع الحلوه بتاعته ادرسها وابعد عن المشاريع الوحشه بتاعته. فالواحد يثقف نفسه، الواحد يكون مثقف، دي حاجه مهمه يعني. لازم الواحد يكون قاري كويس ومذاكر الاركتكتشر كويس، وعارف المعماريين اللي موجودين عملوا ايه يعني، سواء قبل كده او بعد كده، اكيد هتفرق كتير معايا يعني. فده في حد ذاته انا شايفه يعني جول الواحد لازم يوصل له دلوقتي، يوصل له بعدين يعني، بس يبقى جول بالنسبه لكم لازم توصلوا له. حضوركم المحاضرات وما شاء الله انتم سهرانين اهو لغايه دلوقتي، فده في حد ذاته يعني في امل ان شاء الله. انتوا حابين تسمعوا وحابين واللي بتسمعوه، مش شرط اللي انا بقوله ده كله يبقى صح، ممكن حاجات منها تبقى صح وحاجات انتوا شايفينها مش متناسقه مع طريقه تفكيركم، فبتقول لا انا خلاص انا الحته دي عجبتني انا هبني عليها وهكمل. فدايما الواحد يبني على يعني بنقول دايما ايه، نبدا من حيث انتهى الاخرون. مفيش حد بيبدا من سكراتش خلاص يعني، كل حاجه اتعملت تقريبا، فالواحد يتعلم ويستفاد ويقول ايه طب خلاص ده اتعمل انا مش هبدا من هنا، هبدا من اللي بعديه. النقطه الثانيه وهي اختيار المنتور او اختيار المكتب اللي هتشتغلوا فيه، ده مهم جدا، هو ده اللي هيفرق معاكم لبعد كده، هو ده سبب مرحله التوهان اللي موجوده حاليا يعني. لان للاسف 90% من المكاتب تشتغل كوميرشال او 80%، يعني مش عايز احدد نسبه 60 70 ايا كانت النسبه ايه، بس في مكاتب كتير جدا هدفها الاساسي هو الربح. صحاب المكاتب اصلا ما لهمش علاقه بالعماره بشكل ما، هم مور بزنس مش مور اركتكتشر، فمش همهم ان هو يطلع مبنى حلو او مبنى بيتفاعل مع الناس، او وهم ان يخلص المبنى ويبنيه ويخش على اللي بعديه. فده دي كرايسيس موجوده وجلوبال، مش ما بتكلمش على مصر، انا بتكلم ان جنرال. انا دخلت في وسط مكاتب كبيره بدون ذكر اسماء يعني، وشفت فضائح موجوده فيها يعني، مشاريع بتتعمل ما تتعملش في مكتب يعني، في مش عايز احدد مكان برضو، بس ما تتعملش في مكتب يعني كانت حاجات مقاسي يعني. فالواحد دايما يحاول ان هو ولو ما لقاش المكان ده دلوقتي، على الاقل يجهز نفسه يحضر نفسه، والشغل في الاخر رزق يعني، عشان لازم الواحد يبقى مقتنع كده ان هو بيسعى وفي الاخر في باب رزق كده، ممكن يكون متاجل لسبب ما يعني. انا فضلت قاعد 3 سنين ولا حاجه عمال شغال من مكتب للتاني، ومش حاسس ان انا بتعلم حاجه ولا، بس انا حاسس ان انا بكرر نفس المصايب اللي بعملها في المشروع ده بكررها في اللي بعدي، والديسكشن ما هياش مفيده وما هياش بتخلي الواحد يعني يعلي من قدراته او من طريقه تفكيره. لغايه لما بتيجي، طالما في نيه ان الواحد بيسعى، هتلاقي فجاه كده سبحان الله ربنا بعت لك حاجه كده ايه. ودي حصلت معايا يعني، رحت جاي بعت السي في والبورتفوليو في مكان، لقيتهم ردوا عليا، رحت قلت مش هيقبلوني اصلا، وبعدين قعدت معاهم مفيش، خلصت الانترفيو مشيت نزلت تحت، لقيته بيكلمني تاني قال لي اطلع امضي العقد لو انت حابب تشتغل معانا.
فانا بالنسبه لي ده ممكن يكون لاسباب تانية مثلا جات لي حاجه زي كده. فمش شرط الواحد يبقى بيعمل حاجات وشايف ان هي فيها نتائج، لا ممكن النتيجه دي تكون متاجله لقدام شويه. فالسعي وان الواحد يعمل اللي عليه، وفي نفس الوقت ان الواحد يثقف نفسه وان هو يكون يعني على الاقل اوير باللي بيحصل، يتعلم ماتيريال جديده، يتعلم يستفاد منها، يحضر حاجه لو في امكانيه ان هو يدرس حاجه جنب الشغل، ما فيش مشكله. فما فيش يعني ما فيش رد سحري للموضوع، بس هو عايز صبر. يعني يمكن الرد الاساسي هو الصبر، ان انتوا لازم تصبروا وما تبقوش مستعجلين، وتحاولوا تدوروا على المكاتب اللي ممكن تفيدكم فعلا، وان انتوا تكونوا بتستفادوا منها وتتعلموا منها خبره كويسه. حاولوا ان انتوا تتعلموا سوفت ويرز على قد ما تقدروا، لان هو ده الموجود حاليا. نموا مهاراتكم برضو، حتى الرسم والحاجات دي اللي بيشتغل بايده ما يموتش الحته دي. الواحد لغايه النهارده بيحب يشتغل بايده يعني. فبس في نفس الوقت انا يعني ممكن اوصل ابقى تلاقيني قاعد ماسك خلصت السكتش وبعديها مسكت نظاره الفيرشوال رياليتي وقاعد ببص على الموديل يعني. ففكره ان انا ابقى افيلبل في كل مرحله دي يعني مهمه جدا. يعني بس ما عنديش حاجه تانية اقدر بصراحه اقولها لكم. يمكن انا عارف السؤال ده دايما دايما بيتسال، وبنحاول دايما نحاول ندي فيه الرد، بس ما فيش رد سحري. بس هي كلها لازم صبر، ولازم ان انتوا يعني واحدة واحدة، ستيب باي ستيب، كل حاجة هتيجي إن شاء الله. ما تيأسوش، بس أهم حاجة وربنا معاكم. الله يكرمك يا باشمهندس. في سؤال أخير إن شاء الله، هل متوفر تدريب في مكتب حضرتك؟ المكتب إن شاء الله يكون في مصر، هيكون في القاهرة ولا في اسكندرية؟ حضرتك في الإمارات. أنا في الإمارات صح كده. إحنا حاليا مكتبنا هنا في دبي، وفي مكتب فتحنا مكتب في الفلبين، وباذن الله في نيه ان احنا نفتح اول السنه في مصر ان شاء الله، بس لسه مش عارف امتى بالظبط. انا كنت حابب افتح موضوع التريننج ان هو ممكن يكون فيرتشوال، ممكن يبقى ريموتلي، بس جربناه مره وما ظبطش بصراحه، وخصوصا للانترن. يعني بحس ان هم وجودهم جوه المكتب وحضورهم كل الديسكشنز والحاجات اللي بتتعمل جوه المكتب يعني 3 أضعاف اللي بيتعمل في الريموتلي. فوقفت موضوع تدريب الريموتلي حرصا مننا على ان الانترن يكون بيستفاد، بس هي دي الفكره بتاعتها. فدلوقتي الانترنز اللي بيجوا عندنا حاليا احنا بناخد مثلا، بنعمل مرتين في السنه، بناخد على الاقل الكباسيتي بتاعتنا ممكن تستحمل مثلا 2 أو 3 ماكسيمم، بس لازم يكون افيلبل في دبي. يعني صعب ان هو يعني يكون موجود في بلد تانية ونعمله هنا لغايه لما نفتح في مصر. فاكيد لما يكون موجودين في مصر ان شاء الله انا هكون ما بين هنا وهنا. ففي الحاله دي باذن الله هيكون عندنا تيم هناك وتيم موجود هنا، ويبقى في يعني في ان شاء الله باذن الله مجال للتدريب اكيد. ان شاء الله احنا بنستفاد من انا عن نفسي يعني بستفاد من الانترن في حاجتين. الحاجة الأولانية إن أنا بعرف الجيل، أنا في فرق كبير سن، يعني أنا 41 سنة، فالجيل اللي طالع ده لازم يفضل دايما في كونكشن ما بيني وما بينهم. فدي أول حاجة. تاني حاجة هما ما شاء الله يعني إيديهم ماشية أكتر مننا في التكنولوجي والحاجات دي، فممكن تلاقي واحد طلع بفكرة جديدة، حاجة جديدة، فكلنا في الآخر بنشتغل مع بعض، وخصوصا في الكومبيتيشنز بالذات كمان ما فيش حاجة اسمها حد كبير وحد صغير، احنا كلنا بنشتغل كلنا بنفكر. وفي ساعات بتبقى كومبيتيشنز فيري سمول، يعني ممكن تبقى 24 ساعة كده بس هنعمل كومبيتيشن، اللي عنده فكرة يلا مش مشكلة هتطلع من مين، المشكلة إن احنا أهم حاجة نوصل لها بس. فباذن الله دعواتكم كده. يعني الموضوع اصلا موضوع الانترن بالذات بيبقى معتمد على حاجات كتير، يعني لازم الانفراستراكشر في المكتب تستوعب العدد اللي هيكون موجود. فاحنا لسه احنا لسه ما بقالناش سنتين على ارض الواقع، لسه بنطور شويه المكتب والادمنستريشن والحاجات دي. فعشان كده مش اكتف شويه في ساعات بتجي لنا ايميلات كتيره ما بنقدرش نرد على كل حاجه، بس ان شاء الله قريبا هيكون عندنا كل الحاجات دي باذن الله. تمام يا باشمهندس، جزاكم الله كل خير وشكرا لحضرتك، واسفين على ان احنا سهرناك معانا النهارده. لا لا الله خلاص، يكرمك يا باشمهندس. استمتعت بالقعده معاكم، وانا اللي بعتذر لكم عن الاطاله. شكرا جزيلا يا عمر على الفرصه الجميله دي. الف شكر يا باشمهندس، جزاكم الله كل خير. شكرا.